وصلنا لكذا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، ومعنى أن نكون وصلنا هناك معطيات كثيرة، معناها أننا وصلنا للكأس الكبيرة. طول مشوار سباقات الموسم الماضية كنا نتحدث متى سنصل للكؤوس الكبيرة، مرينا باليوم الوطني ووصلنا الآن لكأس صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد. معنى أيضا أن نصل بالكأس إن خلاص كل اللي عندهم حجج يجب وأن يفندوا صحة هذه الحجج. لو على جاهزين أكيد جاهزين، لو على عرفنا خيولنا المستعدة للمنافسة أعتقد أن الكثير من المدربين وصلوا لمعرفة كافية بما لديهم من خيول، بما لديهم من خيول أبطال تصلح للفترة القادمة بكل نوعيات سباقاتها 190 120 وكمان 160. منافسات الكأس هذا العام جدا غامضة، سباق مفتوح نعم، هل سيكون سباق مفتوح لكل طموحات الاسطبلات؟ أيضا نعم، لكن في الواقع يبقى للمرشحين معنى آخر، يبقى للمرشحين منافسات أخرى. هم ليسوا منفصلين في السباق عن بقية المشاركين، في الحقيقة هم دائما معهم، لكن المرشحين هم من يرسمون كل ملامح السباق بمراحله المختلفة. وصلنا إذن للكأس الكبيرة، وبوصلنا للكأس الكبيرة وصلنا للمنافسات التي تذهب بمنعطف السباقات دائما إلى الأعلى، ونحو الأعلى دائما نصب. فأهلا بكم في الخيالة، وهذه الانطلاقة لنسخة كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ومشوار 160. أخيرا جاء كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ليجيب عن تساؤلات كانت تطرح مؤخرا حول مرشح الكأس، حول من سيشركه كل اسطبل ليكون ذلك المرشح. كنا نخمن بأسماء ما بين فترة وأخرى بعد كل سباق، إن اشتراك الاسطبلات بالخيول التي مرت علينا خلال الموسم كان كله من أجل إفراز الأفضل للاشتراك في كأس محمد بن راشد. كنا مع كل بطل نخمن، كنا مع كل بطل نتوقع، أو ربما كنا مع كل بطل نأمل في أن يكون هذا هو البطل الذاهب للكأس. وبغض النظر عما كنا نتمناه من مرشحين، ففي النهاية جاءت اللائحة وفقا لما ارتآه كل اسطبل مناسب من خيول لإيصاله إلى هدفه، هدف المنافسة، هدف المشاركة، المهم كان هناك هدف. كأس هذا العام شفهيا قد تتمحور حول ثلاثة، رؤية الثلاثة في الواقع مندمجين مع بقية الاسطبلات، إما سيحصره بين الثلاثة أو ستجعل منافسات الكأس تخرج عن نطاق الثلاثة، كل مرهون بما سيقدمه كل اسطبل خلال هذا السباق. لنبدأ مشوار المرشحين مع الثلاثة في انتظار وأن نرى من يمكن وأن يخترق حظر مثلثهم. في الترشيحات نحو لقب السباق، M7 تلعب بالكرت الرابح انتصار، لكن واقعيا الحظ المطلوب مع إزعاج MRM تظهر بنابي من جديد، وعودة البطل نابولي بلا شك تجعله بطل الأبطال، بينما F3 تخطف الأنظار بوجود وميض، لكن مع تيم أمي الحذر مطلوب. وإليكم الدخول أكثر في تفاصيل المرشحين. أصبحت الترشيحات في الآونة الأخيرة منقسمة ما بين ترشيحات بواقع نتائج الخيول وترشيحات بواقع الفارس الأول لكل اسطبل من سيقود في السباق. ولا أخفيكم كثيرا ما كان محير وجود فرسان مع خيول لم نكن نتوقع المزج بينهما، وهذا ما حدث من جديد في هذا السباق، وخاصة مع الشيخ راشد بن دلموك فارس اسطبلات M7. اسطبلات M7 صعدت إلى منصة غالبية السباقات، ربما تكون محظوظة أكثر في أرضية سيح السلم، لكنها في النهاية كانت تعرف كيف تجد طريقها في الوثبة، وفي الوثبة فقط صعد الشيخ راشد لمنصة السباقات هذا الموسم مرة واحدة، كأس الظفرة.
وجود انتصار مع الشيخ راشد آنذاك جعلنا نتوقع أنه سيرافقه على الأقل في القادم من سباقات، لكن حدث العكس مع الظهور الثاني للانتصار في كتيبة محمد السبوسي. يعود انتصار للظهور وأدائه المبهر كبطل عالم عائد بعد فترة انقطاع جعله حصان ملفت للأنظار. انتصار في هذا السباق مع فارس آخر وهو غيث، بينما الشيخ راشد مع خيل آخر هو إزعاج. لو على النتائج أكيد انتصار، لكن لو على الفارس الأول فأكيد إزعاج. تجربة إزعاج في سباق كأس الشيخة فاطمة بنت مبارك الأخير بالتأكيد تركت بصمة لدى القائمين على M7 من واقع نواياهم آنذاك من ذلك السباق، منافسة ولا تدريب. أما المركز الرابع في نهاية السباق، سباق البنات، فلا تكشف لنا عن الكثير عن هذا الحصان، لكن بالتأكيد هناك الكثير ليثبته إزعاج في هذا السباق ليؤكد أنه المرشح الأول. لو تخيلنا هناك ثلاث خيول مصدر قوة للإسطبل، فبجانب انتصار وإزعاج سنضيف لهم قيس. قيس حصان كل ما يلزمه أن يفارقه العرج. شارك في كأس ولي العهد، كأس رئيس الدولة، لكن كابوسه الحقيقي يبقى مع العرج. لننتقل لأمرأة إسماعيل محمد يدفع بثمانية خيول، ولا أعرف لماذا شعرت أنه دفع بكل رأس ماله في هذا المهرجان. ظهر برماح في كأس البنات وجاء بنابولي ونابي للمية وستين. اختفاء نابولي منذ بطولة العالم الأخيرة لا يشكل عائق لنابولي، الكل يقول يكفي كأس العالم، بطل خط بغض النظر عن الأوراق. بينما نابي فحل هذا الموسم ثالث خلف سهم في سباق جميرة، وتاريخه في المواسم السابقة يجعله المرشح الأقوى في اسطبلات MRM. لنختتم المثلث بF3. عودة F3 القوية هذا الموسم تجعل خلاص F3 في كامل جاهزيتها. على الصبل عائد للتو من أدائين متتاليين ولا أقوى، لكنه يحتاج للثالث على أرضية سيح السلم ليكمل به مشوار تألقه بعد مركزه الثاني في كأس جميرة. لو كنا نتمنى ظهور الضيف في M7 فكنا نتمنى أيضا ظهور فران في هذا السباق، لكن لا تسري الأمور بالتمني. عموما الاسطبل يدفع بوميض صاحب خبرة 160 في كومبيان وتمامي الذي يظهر مع عبد الله غانم. واقعيا هؤلاء هم المرشحين، قد يضاف عليهم الريف، العين أو عجبان، الأولى بسبب أدائها الثابت خلال الموسم، والثانية بسبب وجود سابوكاي الباحث عن تجديد أمجاده التي خسرها الموسم الماضي. بينما في نادي الشبا فالهامبرا سيكون هذا هو اختباره الأول في 160 كيلومتر، يقوده خبير 160 كيلومتر يوسف لبلوشي، ووحده المدرب الفارس يعلم ما قد يخبئه الحصان في هذه المسافة. فأهلا بكم في المشوار الأول لل 160 كيلومتر هذا الموسم. تابع الاستعدادات نحو انطلاقة المرحلة الأولى من كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 160 كيلومتر. خلاص يعني أصبحنا في قمة موسم سباقات القدرة، والآن ينطلق السباق بمرحلته الأولى وأول 40 كيلومتر. أول مرة أشوف سباق بيصل لهذا الكم في كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، 263 خيل مشتركين اليوم في السباق، يعني عدد كبير، مهرجان كبير، كل السباقات مررنا عليها لم يعد لأحد حجة. اللي كان بيطالب بسباقات البنات عندكم سباقات بنات، اللي كان بيطالب بسباقات الاسطبلات الخاصة حاطين لكم السباقات الخاصة. بصراحة المهرجان كله إبداع ولا أروع، فقط
بقي البصمة الأخيرة بهذا السباق. لو في حد عارف مين هيفوز، يعني أنا لا أعتقد. زمان كان بيكون عندنا يعني اجتهدنا في المرشحين، لكن هل عندنا ثقة كبيرة في مرشح بعينه؟ بصراحة لا، بصراحة لا، اجتهدنا ولكن ليس هناك يقين. كل ما ندعوه أن المراحل الخمس التي سيمر بها سباق اليوم تثبت من أقدام على الأقل اثنين من المرشحين، علشان نشوف نهاية قوية توافق التوقعات التي يعني الكل كان بيتكلم عنها في البري رايد، الكل كان بيتكلم عنها من قبل السباق، الكل كان بيتكلم عنها من سباقات التو ستارز اللي مرينا عليها علشان يشتركوا في هذا السباق. توقعات توقعات اليوم، يوم اليقين، يوم يوم اليقين بالأسماء المشتركة بالأداء الموجود. كل مختار واحد يتابعه، كل مختار ستابل بيكون معاه. وطبعا يعني لا أبديكم، الكل عنده هدف من التواجد في هذا السباق، حتى لو كان هدف أنه بس يخلص السباق. يعني يجب أن نضع الكل في الحسبان اليوم، خاصة الطامحين لترك بصمة خلال كأس صاحب السمو الشيخ محمد. اليوم بصراحة تظاهرة جميلة، تظاهرة حلوة، وبدأنا بسباق البنات والبصمة التي تركتها اسطبلات M7 في سباقات البنات، ومن واقع هذه البصمة ومن واقع وجود يعني انتصار وثقل انتصار مع اسطبلات M7، وضعناه كمرشح أول. اليوم من اللي احنا شايفينه من المرحلة الأولى هم ماشيين صح، ها هو البيس الصح. أنا مش عارفة هيستمروا على الصح إلى أي مدى، لكن هم وضعوا بيس سباقات المية وعشرين خلف ظهرهم، وبدأوا حقبة جديدة، بدأوا بصمة جديدة بوضعها اليوم في سباق المية وستين. كنا بنسمع الكثير عن أرضيات سيح السلم في الفترة الماضية إن الرمال غزيرة، لكن في النهاية عارفين إحنا دايما بنشوف إن هي يعني أرضية سيح السلم لا تخدع، لا تخدع الفارس، لا تخدع الحصان. في النهاية هي أرضية فعلا ما فيها حفر، ما فيها صعود وهبوط، كله متوقع حتى بالصعود والهبوط اللي موجود فيها وفقا لتوقعات الفارس. والأهم إن هي بتسمح للمشاركين إن هم يختاروا الأرضية اللي يرتاح عليها حصانهم. متابعة من راعي الحدث، من الأب الروحي لسباقات القدرة، الذي يعرف دائما يعني احتياجات الفرسان، احتياجات سباقات القدرة على مستوى العالم. ينزل من السيارة، بيتابع السير، بينصح الكل، حتى بيتمنى الناموس الكل. ناموسك مش ان انت بس يعني تصعد الى المنصة بالمركز الاول والثاني والثالث، ناموسك ان انت تشارك في هالسباق، لانك تعرف جيدا اهمية الاشتراك به. طريق مازال طويل أمام الموسم، أمام إنهاء الموسم، لكن أجمل ما في ما تبقى من سباقات وأجمل ما وصلنا له في هذا السباق. أصبح خلاص عندنا فرز للخيول، أصبح عندنا فرز للأبطال. كل الصبل يعرف من خيوله صالح لسيح السلم، من خيوله صالح لأرضية الوثبة، من خيوله بيروح بذيب وبيأدي. يوم الأداء أصبح أداء مطلوب من الاسطبلات. أنا عارفة إيجاد البطل صعب، خليكم، لأن أنا دايما بسأل مدرب وينك، وين نتائجك، ما أديت أديت، لكن في النهاية نحن نعرف جيدا أن مصنع الأبطال ما بيخرج بطل كل يوم ولا في كل سباق. هو فعلا عملية شاقة قد تستغرق موسمين أو ثلاثة لكي يصبح لدى الاسطبل بطل ينافس به. اليوم بنرى أسماء مندفعة من البداية مع الأبطال. أنا مش عارفة أقول هاي مجموعة الصدارة، هاي مجموعة المتأخرين. بصراحة هناك تكتل واضح من الجميع، وحتى لو مو بتكتل بقدر ما هو السباق في مجموعة كبيرة، على الأقل أنت شايفهم مرمى العين، على يعني مرمى العين أنت شايف مين أمامك من المجموعات. بيس السرعة اليوم في توقعات إن هو يعني لو خلص السباق بيخلص على 24.5 ماكسيمم، ماكسيمم هيكون 25. بتوقعات الأجواء اليوم، على فكرة الحمد لله الحمد لله انتهى عصر الضباب على الأقل في هذا السباق. لا شايفين ضباب ولا شايفين سرعة ولا شايفين خيول شاردة، كله تحت السيطرة. وبنبدأ كله تحت السيطرة، يبقى لكل اسطبل طبعا توقعات. سردنا المرشحين، سردنا المنافسين، مين متوقع انه ينافس. طبعا حضور ايضا من سمو الشيخ حمدان بن محمد، وجود ترشيحات F3، العين على F3، لكن احنا لسه في المرحلة الاولى، بنحاول نكون عندنا قراءات سريعة، واهم هذه القراءات كان بيس السرعة.
من جيل مصر. أول الواصلين الفارسة رقم 86 تجتاز خط نهاية المرحلة الأولى والتي كانت باللون الأصفر لمسافة 40 كيلو متر. مراحل. ومعنى الخمس مراحل في مشوار ال 160 ان عليك الحذر في التعامل مع كل المراحل مرحلة بعد اخرى. كل المراحل لها حساباتها. الغريبة في المرحلة الاولى ان احنا بدينا فعلا نشوف نسق متزن لسير الجميع. نعرف ان اصحاب الخبرة كلهم موجودين، لكن كيفية تعاملك مع خيلك وفقا لمعطيات المراحل في شك أن الكل يتعامل من هذا المنظور. لكننا بصراحة وجدنا في المرحلة الأولى أن الكثيرين عرفوا ماذا يفعلون وعرفوا جيدا كيف يقرؤون معطيات خيولهم ومعطيات خيول الآخرين لتصل الخيول ونبدأ مرحلة البحث. سارت المرحلة الأولى بالشكل المطلوب في سباقات ال 160، وطبعا حديثي هنا عن معدل السرعة. ولا أخفيكم حتى تقسيم بعض المرشحين في مجموعة خلف الأوائل أثار الانتباه، لكن في النهاية حتى التقسيمة كانت صح. كنا مجرد في المرحلة الأولى، يعني لسه بدري على إصدار أي أحكام. ولأن مشوار ال 160 يجب أن يؤخذ مرحلة بمرحلة، كنا ننتظر الانتهاء للوصول إلى القرية. وأول الوصلين كان خير اسطبلاط إعمار. وصول اسطبلاط إعمار قبل الأوائل بست دقائق تقريبا كان ليكون مفيد، لولا أن الحصان استغرق 8 دقائق و25 ثانية ليدخل الفحص. كان يبرد والمجموعة التي تقدمها تبرد وتبادر بالدخول للفحص وتعبر، لكنه هو الآخر لحق بالثلاث الأوائل فأخذ المركز الثاني. اسم الحصان جايدنتس ديليو لم يلفت النظر لأي نتائج سابقة. ذهبت لعبد الله بن حزيم لأعرف منه أكثر عن نواياه في هذا السباق، وكالعادة لازم يكون في مدرب زعلان مني في كل سباق. عمار يا عمار، سمعت انك زعلان مني، كل واحد زعلان مني، انا مش عارف اعمل ايه. زعلان منك لانك في سباق اللي طاف ما انصفتي يا عمار، يعني يا مسكين ثالث ولا حتى اول وثاني. احنا ابو الرئيس اول وثاني يا اختي، ما يستوي. ناموس مشكوره. الحين ناموس، جزاك الله خير. الحين طاح الحطب. طاح الحطب. حبدا معاك. انا مش عارفه انت ليه بتحيرني دايما، بشوفك مقاتل في الوقت انا مش عارفه هو الصح ولا المفروض تاجل شويه القتال من المرحله الاولى في مشوار ال 160 ومعاهم في الصداره. انت نيتك ايه في السباق ده؟ والله ما بسوي لك بهرجه وايد، بقول لك لاني وماني، لا والله الحصان هذا يسحب شويه والبنت ما قدرت تسوي عليه كنترول. وجزاه الله خير بعد الله يطول عمر الشيخ محمد، اعطانا بت له نوع من البت الصريمه، الصريمه اللي في ثم الحصان. اعتقد لو ما به الصريمه اليوم اللي اعطانا هالشيخ اظني بيعبر الحدود. المهم فالله راد ان البنت قدرت تسوي كنترول عليه يا اخت سماح، والحصان طلع ترى من خاطره قدام. قلنا طلعي وبرزي على الخيل خلي يهدى، يهدى قبضي. البنت ما طاعت، يوم قلنا لها طلعيه لينت عليه. الحصان اذا اخذ خطامه ما يرد خطامه وهو راعي شرده، فمن لينت عليه
وخذ خطامه شو هذا الحصان بعدين لحقناه يا بنت الحلال حقبت خلاص الحين دم الحصان فار يلا الى لين مسكين حاولت تسوي كنترول هو بالحق يقال بعد الحصان يير لكن الله وفقنا بعد الله يطول عمر الشيخ محمد بهذا البت يعني. طب انا هسالك انت هتعمل ايه دلوقتي يعني ناوي ها حصانك مرشح؟ لا يا سمي مو بحصان لا والله انت جاي اليوم مرشح ان شاء الله نحاول ان نسوي نتيجه زينه الله يعلم عندي حصان زين لكن مو بهالزين مو بهالزين لا والله ها. هل الزين هو هاي زعلت علي راي فارسه هي سبقت البارح تمس عند الكمبة عند سابقة وقالت لي انت ليش انا ما تعطيني حصان قلت لها الحصان يسحب ما عندي غير واحد يسحب قالت انا بركب فحطينا لها سباق اليوم فين الصعوبة فيه شوفي سباق اليوم انا مستانس ان البيس كان بعقل فسباق اليوم يا سماح ما هو سباق حصان بطل تتذكرين النسخة اللي قبله اللي قبل ابطال سابقة عند شارع الشاحنات وقفن لي عقب شو طول عمرك عقب ال 120 و 130 وقفن من بطل وقف لان هم مشوا على سير ال 120 سير 120 فسباق ال 120 لخيل معينه وسباق ال 160 لخيل معينه من ناحيه يمكن حصان ما يسبق 160 ما يسبق 120 160 لكن تحصه واصل خط النهايه مرتاح هاي بدستن اطول فالبيس اليوم وايد مناسب اعتقد بينفع خيول وايده مين اقرب للتوب 5 الريف ولا دباوي ولا سيح السلام انت عارف في مدربين كده لعبتهم ال160 مبهم بين الثلاثه هنا مو بينهم لا في الخمس الاوائل هي لا ما بعرف يوسف عنده الهامبرا انت عارفه حصان فايز في ال100 كيلو نعم 100 كيلو واضح ان هو يوسف شاف ان يمكن الفرسان اللي ركبوا الهامبرا في ال120 ما عطوه نفس ما هو متوقع وبالتالي قرر ان هو اللي يركب الهامبرا في ال160 والله بس هل لاننا ما شفنا الهامبرا باداء قوي في ال120 صعب عليه شويه ابو احمد يعني فارس انه يعرف تمرينه ويعرف حصانه اعتقد يمكن ينال منه ينام الحصان شيء طيب بس تدرين انت اللي يسبق في ال100 والله وفقه 120 وما سوى زين الحصان أخر ما رام ما أدري كم وصلك كل يوم خلصوه 12 أظن يوم 11 في 160 بتكون شوي صنة صعبة عليه لكن يمكن أبو أحمد شايف شيء في الحصان إحنا ما نعرفه هو أدرابه هو أدرابه أدراب حصانه في مرشحك اليوم برا 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 للصبلات خيل اختار لي خيل أمارم خيل مين في أمارم أمارم نابي نابي نعم إذا الله وفقه نابي وما عور شيء ما يا شيء إن شاء الله ان شاء الله ما يشوف وايد ناس يا اخي يحبون نابي نابي حصان مقتدر شايف قدراته هذا نابي ناس ممكن تنسى اول مايا البلاد اول مركز ثاني ثاني مركز مركز كاس رئيس الدوله كاس الشيخ محمد طول عمره الثالث وياهم السباق اللي طاف مقبوض وياهم حصان عنده قدرات واذا الله يسر امر الحصان هذا والله الميسر يكون من الخيول الخيار يعني في حصان عند ام سفن عند أمس قيس إذا هذا الحصان بعد ما يا شيء ما أقدر أقول قيس ولا أقدر أقول نابي إذن البحث عن من يمكن وأن يخرج خارج نطاق المرشحين من الاسطبلات الأخرى كان جدا صعب وجدت هذا الفارس والمدرب السعودي أحمد جاء لمتابعة السباق والأهم المؤازرة وخارج نطاق المرشحين وجه مؤازرته نحو من بطل سباق المئة الهامبرا أحمد أنا سمعت أن أنت يعني جاي مخصوص من المملكة العربية السعودية عشان تتابع الريس وبتتابعنا ومدرب ومالك ولك في موضوع القدرة نعم من المرشح؟ طبعا السباق أو نقول مهرجان زي هذا الترشيح فيه بشكل مباشر صعب ولكن أنا أتمنى أني أشوف اليوم يوسف البلوشي يوسف البلوشي؟ أتمنى في المركز الأول إن شاء الله أنت عارف أن يوسف راعي وايد يعني زي ما بيقولوا متعود على 160 متعود على بطولات 160 بس هي المشكلة مش بتكون في الفارس والمدرب بقدر ما انت محتاج الخيل اللي يصلح لل160 شو المقومات اللي انت ترشح فيها يوسف يوسف عنده يعني عنده مقومات كثيرة تساعده انه ان شاء الله اليوم نشوفه على المنصة يمكن اخذ فرصته موسم اللي فات موسم اللي قبله اخذ فرصته في الاعداد اي ودعم الشيخ حمدان له المباشر هذا اللي يخليني اكبر حافز اتمنى اني اشوف اليوم يوسف المنصه يوسف البلوشي ان شاء الله
اعتقد يوسف لما بيشوف اللقاء بينبسط، يعني اللي عنده متابعين من السعوديه. والله انا قبل امس قابلته و وعرفته بنفسك. بلغته اوكي. انت عارف ان احنا في زمن في يعني الاسطبلات هي اللي بتتسيد لقب المرشحين. مين انت بتسمع عنه من السعوديه وعارف ان الحين هذه هي الاسطبلات المسيطره على الساحه بواقع النتائج؟ المنافسة طبعا الآن، يعني هذا الموسم شايفينها بين ام سفن و ام ارن، ولكن اتوقع كأس الشيخ محمد بواشد مطمع للكل، وما حيكون لقمة يعني سهلة لأي واحد حتى لو كان يتسيد. هذا مو بشرط التسيد. لا مو شرط في سباق مثل هذا اليوم، لانه اكاد اجزم انه في اسطبلات وفي في مدربين يعدون لهذا السباق فقط، مو شرط انه يظهر طول الموسم، ولكن يهمه انه يظهر في سباق مثل ذا او مثل كاس رئيس الدوله. هكذا وجد أحمد أن لقب الكأس لن يكون لقمة سائغة أو سهلة في لقاء مع الشيخ سعيد بن مكتوم، وجد أن الأمر بالنسبة له محسوم. عندي إحساس بالاطمئنان من واقع البيس اللي أنا شايفاه مشوا بيه في المرحلة الأولى في سباق 160، لكن لما سمعت من عبد الله بن حزام أن في احتمالية أن هم يزودوا البيس في المرحلة الثانية، مش عارفة ليه ابتديت أقلق. في العادة هم يزيدون في المرحلة الثانية، المرحلة الأولى اللي تيكت إيزي. اشوف البيس وايد حلو، يعني 25. هل البيس الصح لل160؟ اكيد، لان المسافه طويله، فالواحد يحافظ على حصانه لاجل انه يوصل و يسبق في الريس، يعني يكمل الريس. يعني كل واحد له هدف. النسخه هاي من سباق كاس الشيخ محمد بن راشد مختلفه شويه، يعني في المواسم الماضيه عارف كان بيكون في هوت فيفورت في الريس. صحيح. انت عندك هوت فيفورت في هالريس؟ انا عندي هوت فيفورت اللي هو انتصار لام سبع. تعتقد ناس كثيره متفقه معاك في انتصار، ولا محيرهم وجود الشيخ راشد مع ازعاج؟ والله هم الناس تسال عن ازعاج، هذا اللي عارفه. احنا ما نعرف ازعاج، لكن الله العالم. انتصار اقوى في الترشيحات موقع النتائج. انا اساسا عارف انتصار حصان سبوق وله نتائج زينه، فحسبت اساسي اني ارشحه. انت عارف كل اسطبلي بيعمل حساب اسطبلي تاني. لو انا اقول لك ان طموح ام 7 تكون على المنصه، مين الاسطبلي اللي بيصعب عليها المهمه؟ والله ما اعرف شو اقول لك. ام 7 وام ار ام اسطبل خيالي، يعني كله يسبقون وعندهم خيل زينة، بس أنا أقول من بينهم، يعني من بينهم من بينهم. ما لهم ثالث؟ والله صعب. صعب. أنا أقول صعب، يعني مش هنشوف ثلاثة داخلين على الخط مع بعض. يمكن تشوفين ثلاثة من أم سبن ولا أم سبن وأم أرم جايين على الخط. بس يمكن حصان عبد الله غانم، بس ما نعرفه بعد حصان عبد الله غانم. انت اليوم راكب وده شيء زين، يعرفنا اكثر عن الارضيه. كيف شفت الارضيه في المرحله الاولى؟ والله عندي انا ارضيه دبي احسن ارضيه في، يعني في الانديورانس في الامارات. رغم ان هو بيقولوا بقت اصعب من ارضيه الوثبه. اصعب من ارضيه الوثبه، لكن الارضيه فلات وسمود، فلو فيها شويه رمل ما في مشكله، بس الوثبه فيها حفر، الخيول تتعثر فيها، مكان سوفت مكان هارد. فأساسي أنا رشح دبي. لن يكون عزف المنافسات في هذه الكأس منفرد، لن يغرد المرشحين خارج سرب الباقين، سيبقى بينهم من سيؤرق عليهم سعيهم. لا أعرف إن كان من بينهم دباوي التي حلت الآن في المركز الخامس بفارق دقيقة وخمسة وثلاثين ثانية، وروزماري جولد يفحص في أسرع زمن بين الأوائل دقيقة وثلاثة وعشرين ثانية. هديبة السلم حلت أيضا في المركز السابع، زد تي باي فرس كانت سريعة في القلب دقيقة وسبعة وثلاثين ثانية، بينما سيح السلم مركز تاسع وثاني عشر والفارق فقط ثلاث دقائق. قلوب الخيول المتصدرة بشكل عام كانت متفوقة، ولزيادة الاطمئنان ذهبت للمرشحين وإليكم ما وجدته.
المرشح الأول أم 7 أخذ المركز الأول مع راجس فحص في دقيقة و32 ثانية فأخذ المركز الأول. إزعاج وصل مع مجموعة الصدارة وفحص في دقيقتين و52 ثانية وحل في المركز الرابع. سنظل نراقب انتصار حتى النهاية، لكن ننتقل الآن لإسطبلات MRM. إسطبلات MRM مركز سادس مع السهم الذي وصل بعد الأوائل بثلاث دقائق وفحص في دقيقة وثلاثين ثانية، هو الآن بفارق دقيقتين وخمسة وثلاثين ثانية. أما نابولي فمركز ثامن بفارق ثلاث دقائق وعشر ثوان وفحص في دقيقة وثمانية وأربعين ثانية. نابي كان رفيق نابولي في المرحلة، وكذلك في سرعة الفحص دقيقة وثلاثة وخمسين ثانية، وكذلك سيكون معه بالمرحلة الثانية بواقع عدم وجود سوى ثمان ثوان كفارق عند الانطلاقة. لنختم المرشحين بأفري. في المرحلة الأولى أفري لم تكن مفهومة، في لائحة العشرين الأوائل مش موجودة، لائحة فروقاتها أربع دقائق، لكنك مع أفري تدخل في عالم العجائب بالتكتيك. ولم أعرف هل سيدخلنا اليوم F3 إلى هذا العالم أم أنه قادم اليوم فقط كما هي العادة في بعض من سباقاته للفحام. عموما F3 مركز 39 مع المرشح تيم آمي الذي وصل بعد الأوائل بأربع دقائق. صدمته كانت في الأربع دقائق لدخوله الفحص، وطبيعي خسارته في النض دفعها في فارق أصبح الآن في الانطلاق عن الأوائل قرابة ستة دقائق. ما حل بتيم آمي حل بوميط مركز 42 وفحص في أربع دقائق وثلاثين ثانية، والفريق يقرر سحب الحصان. لخصنا المرحلة: تراك، فحص، قرية، بقي وأن أذكر لكم الريف. الريف العام كمنافس خلف الصدارة بثلاث دقائق وثمانية عشر ثانية، والريف عجبان يخرج لها خيلين بسبب العرج، لكن مرشحهم سابوكاي مركز سابع عشر بفارق ثلاث دقائق واربعين ثانية وفحص في دقيقة وثلاثين ثانية. بحثت عن أداء الخيول التي تمثل الفريق الملكي البحريني. الشيخ دعيج بحصان تريدر خلف الصدارة بفارق ست دقائق وخمسة وعشرين ثانية، والحصان يفحص في دقيقة وخمسة وخمسين ثانية، بينما بولي بعيد عن المتصدرين ثمان دقائق تقريبا، والحصان تأخر في الفحص خمس دقائق وسبعة واربعين ثانية، والفريق يقرر سحبه. هل سينافس الفريق الملكي؟ بالتأكيد هذا هو طموحه. سأذهب لهم في الثانية بعدما يتحدد الموقف، لأن دقائقهم لو بقيت كما هي فالموقف جدا صعب. تابع الآن انطلاقة حميد المزروعي من إسطبلات M7 متصدرا لهذه المرحلة، لكن هي مش صدارة مطلقة لأن بفارق 43 ثانية بنشوف انطلاقة إسطبلات عمار مع ليلى. راشد أيضا من إسطبلات M7 بينطلق، وبنشوف شوفوا هالخيل اللي تكلم عنه طبعا عبد الله بن حزيم خلال المرحلة. الخيل كان متصدر في المرحلة الأولى، كان عامل لهم مشاكل لما وصل للتبريد، كمان الريكفري تايم يعني كما ذكرنا وصل لثمان دقائق 25، وباين إن هو فعلا يعني لا كان بيه سرعة ولا شيء. لكن الآن بنتابع مجموعة الصدارة، خط M7 عاملة خط، هالخط فيه إزعاج وفي دوفي وفي طبعا رجاس، وبنشوف أداء وسيطرة من المرحلة الثانية من إسطبلات M7.
وضعها كهذا على المجموعة الثانية، وضعها كهذا بوجود M7 بهذه الطريقة في الصدارة بيعمل شوية، عارفين، شوية إرباك، لكن هو إرباك لسه بدري عليه إن إحنا نبتدي نقلق منه. هو فارق عن المجموعة اللي إحنا شايفينها في الصدارة قرابة الدقيقتين، مش مشكلة دقيقتين، لسه عندنا 35 كيلو متر كل شيء فيها، حتى لو بقوا الدقيقتين دقيقتين في مرحلة ثانية في مشوار 160 ليس به أي مشكلة. عدد الانسحابات بعد المرحلة الأولى وصل ل 29 انسحاب، والآن هم في المرحلة الثانية كما ذكرنا. في توقعات ان هم هيزودوا البيس شوية، في توقعات لا، بيتم البيس على ما هو عليه وما بيتغير الا في المرحلة ما قبل الاخيرة، المرحلة الرابعة. البعض كان شايف، انا كنت سامعة كده اراء في القرية، ان السباق اتأخر، هم متعودين ان سباق ال 160 بينطلق الساعة 6 صباحا، هالمرة انطلق الساعة 7 صباحا. انا اعتقد هم كانوا خايفين من الضباب والظلام، خاصة العدد كبير من الخيول المشترك، لكن في النهاية نفس البرودة اللي شفناها في المرحلة الأولى مستمرية معنا شوية شوية في المرحلة الثانية. الفحص طبعا يعني أفرز عن بعض المعطيات ذكرناهم، وجود اسطبلات حديبة السلم، وجود اسطبلات سيح السلم. أنا بحب أذكر يعني إن شاء الله يعني أذكر كل الأسامي، اسطبلات دباوي، عشان علي المهيري دباوي دباوي، سمعني علي، سمعني علي المهيري، بكرر طبعا الأسماء. عندنا أيضا اسطبلات اعمار كما شفنا المشكله اللي معاهم، لكن مش مشكله، مرشحهم الاساسي كما ذكر عبد الله بن حزيم، مبهى الخيل المتصدر، اسطبلات الريف، سابوكاي، كل واحد في موقعه الذي اراده. اسطبلات الملكيه البحرينيه، انا لا اعتقد ان حد فرض عليه بيس معين، حد فرض عليه موقع معين هو غير راضي عنه، حتى من غير لقاءات في الجوله الكل كان راضي، وكله بيقول لي سماح لسه بدري، لا تستعجلين، بتشوفين اليوم مفاجآت. انا مش عارف المفاجآت اللي بيتكلموا عنها هيكون ايه نوعها، لكن في النهاية دباوي البراري كله موجود، والبوادي كما اقول لا اريد وان انسى احد، لكن بشكل عام حتى اسطبلات المغاوير. اولا انا حابة يعني اشكر كل الاسطبلات التي يعني حرصت على التواجد في هذه الظاهرة، يعني حتى لو المغاوير مش طموحهم ان هي تفوز، بس كان هم موجودين. متابعة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم من السباق الاول، هو موجود في التراك وبيتوقف وفي القرية، وشفنا جولاته ايضا، وحرص الجميع المشاركين على التوجه لسموه والسلام سلام عليه، واضح ان يعني ها في حالة رضا هذا الموسم من سمو الشيخ حمدان بن راشد على سير السباقات، لان انت لما تشوفه مختفي من السباقات اعرف ان في شيء، لما تشوفه موجود في السباقات يعني حتى لو يعني هناك بعض النقاط حتى الان لم تصل الى طموح الجميع، فعلى فكرة القرار القائم من صاحب سمو الشيخ محمد على تسليم تنظيم السباقات الى اتحاد الامارات هيعمل نوع من العدالة. بس كل المطلوب نستنى شوية، لا نستعجل، مش معقولة هيتحقق كل شيء ما بين يوم وليلة، قرار جاء قبل انطلاقة المهرجان بيوم، وبالتالي نستنى عليهم. حتى الآن في حالة رضا بعد خروج سباقات البنات، مش تامة لكن في حالة رضا. بعد سباقات الاسطبلات الخاصة زاد معدل هذا الحالة من الرضا نوعا ما، ونزلنا متابع سيطرة M7 على صدارة هذه المرحلة، وراهم هالخط الكبير ممكن يضغط عليهم في الفحص لو كان الريكفري أسرع من الخيول في الصدارة، أو لو سعوا إلى تقليص الفارق، وهو على فكرة لسه كما هو فارق ليس بكثير، هم شايفينهم ومش مستعجلين إن هم يكونوا معهم. سباق ممتع بكل المعطيات، مستمتعين، عندنا راحة بال، لكن أنا عارفة حالة غليان من الداخل بالطموح، بالهدف، بأن هدفك تكون على المنصة، بأن هدفك يعني تحقق شيء خلال هذا المهرجان. وتصل الخيول سواء صدارة مجموعة وراها، وبينهوا المرحلة الثانية. الابتعاد عن طريق الخيل مجموعة وكوكبة كبيرة من الفرسان يدخلون إلى مدينة دبي الدولية للقدرة في تنافس شديد، يرجم الجمهور والمجموعة المرافقين القيام.
في المرحلة الثانية غالبا ما نبحث عن الثبات، وفي الحقيقة في هذا السباق كان من المهم وأن يستمر ثبات المرشحين طبعا مش بس في المرحلة الثانية، ولكن الصمود ثانية وثالثة ورابعة ونطلع لمرحلة أخيرة. لكننا دائما ما نتوقف عند المرحلة وكل تفاصيل المرحلة، كيف كانت تفاصيل المرحلة الثانية وكيف كان موقع المرشحين، كان هذا هو الأهم. كان طبيعي جدا في المرحلة الثانية ما حدث استمرار نهج واتباع بيز السرعة المعقول بقدر ما كان مربك مربك، لأن بالتأكيد هناك من يرغب في الحراك لكي تبدأ التصفية. لكن هل من المعقول بتصفية مبكرة؟ أيضا ممكن، لكن هل هي مطلوبة الآن أم أن الفحص سيكون كفيل بتصفيتهم؟ وما أصعبه لو حدث مع المرشحين لتصل الخيول. وبصراحة أداء بعض الاسطبلات داخل المرحلة جعلني أبحث عنهم في الفحص. كنت أبحث عن سيح السلم، حديبة السلم، دوباوي، البراري، وثبات موقف إعمار. الخمس الذين ذكرتهم مروا بسلام ولم يتخطى فحص خيولهم الدقيقتين. سأتركهم الآن لأرى مدى إمكانية ثباتهم حتى المرحلة المقبلة. تذكرون الفريق الملكي البحريني كنت أبحث عنه، وصل بعد الأوائل بقرابة الخمس دقائق، أي أنه لم يتأثر بأي سرعة داخل المرحلة. نتائجهم هي الآن مطمئنة، لكنني أردت الاطمئنان أكثر بلقاء القائمين على الفريق، وقد كان وجدتهم مشغولين بالقرص إحدى الأكلات الخليجية، فانشغلت معهم بالعزيمة وبعدها بدأنا اللقاء. مش عارفة ليه وأنا اليوم يعني بين الاسطبلات كل ما مر على اسطبل أفتكر كلام الشيخ ناصر بن حمد عن استخدام العقل واستخدام البيس وما تتهور وتروح بس مع اللي في الأمام. صحيح. شفتهم تغيروا؟ والله تبغين الصدق اليوم جزء كبير منهم ماشيين. شكلهم كانوا بيتفرجوا على الحلقة. والله غلطة غلطة إني صرحت. شو رأيك في الريس وبيس الريس حتى الآن؟ أنا عارفة إن أنت بيهمك البيس. صحيح. والله يعني أنا أشوف البيس إن هذا بيس الفوز الآن، بس خيل كثيرة ماشية على هذا البيس. هذه المشكلة إن العام صافي هذا البيس قليل، يعني اللي عملوا هذا الأفرج قليل الخيل، ووصلت بعد يعني خلاص على آخر نفس. الحين المجموعات كبيرة ماشية على هذا البيس، تعرفين احنا كم قطعنا الحين؟ 75 كيلو فقط. كل الخيل على 75 كيلو 25 24 قادرة انها تقوم بهذا الأفرج. المسألة هي ان اذا الفارس طلع المرحلة الرابعة حصانه فرش يبشر بالفوز، اذا طلع المرحلة الرابعة حصانه مش فرش احسن لا يطلع. اليوم واضح ان عندنا الجروب زينة، بس هل عشان البيس زين؟ صحيح. ولسه لما هيوضعوا في اختبار ان هم اكيد هم مش هيستمروا على كده، يعني تعتقد بيستمرون طالعين ثالثة بيستمرون في الثالثة؟ اي بيستمرون على هذا ما راح يسوا للتصفية شوية مبكر ان انا خليني اخلص من شوية مجموعة؟ لا هم على هذا البيس راح يصفون شوي يعني على هالبيس؟ على هذا البيس راح يصفون شوي. معقولة؟ اي نعم، ترى ال 160 طويلة. كنتوا طالعين للمرحلة الثانية وعندكم شوية مشاكل، خيول متأخرة في القلب، خيول انتم مأخرينها لان انت ماشي على بيس معين، اتعاملت مع هالوضع؟ انا شفت وضع يعني لا تحسدوا عليه، ولكن اللي طمني ان كنتوا لسه في المرحلة الاولى. طبعا انا طبعا تعرفين المرحلة الاولى سحبت الحصان بولي اللي هو من خيرة الخيل اللي عندنا، وانا لان من خيرة الخيل سحبته. ليه ما حبيته يكمل؟ والله لو ترجعين للاوراق بتشوفين طاف التروت ايه عطوا ايه خذ في القلب، ما هو قلبه 4-3 دقائق، فالحمد لله خذ 4 اعتقد وشي، ولا يمكن بداية الخمس احنا شوي كنا سيف فيها،
دخل طاف التروت، لكن تعرفين انا امس شفت في الفحص الاخير كريات الدم البيضاء شوي مرتفعة عند الحصان علميا. الفحص اللي بتقولي عليه؟ اي نعم. أوكي. انا دائما افحص الخيل قبل السباق اشوف دم عشان اعرف حصاني، فوجدت ان كريات الدم البيضاء شوي مرتفعة، معناته ان في مقاومة الم في الجسم. وانا اعرف ان الحصان يعني في التدريبات شوي شكى من الفتلوك. بالطبيعي بالحل الكلاسيكي تعرفين نشيل الالم ونواصل على الحصان، لكن هل يبغى ينافس؟ اللي يبغى ينافس وما يبغى الحصان. نعم ما يبغى الحصان. انا اليوم اقدر اني انافس على الحصان، وما اقدر اقول لك يعني مضمون الفوز، ولكن انا ضامن هالحصان توب 5 توب 6 مضمون. بس ان عقب التوب 5 توب 6 هل بيرجع مره ثانيه يركض الحصان ام لا؟ انا حسب يعني تقديمي لا ما راح يرجع. فمتى انا كم مره بيجيني مثل فولي؟ قليل، فالخيل الطيبه قليله جدا. حبيت احافظ على البطل، حبيت احافظ عليه، ابغي اعالجه وهو مش متالم كثير او ما سويت له دامج كثير. عارف انه في الم بسيط يوم ضغطت على المفصل حرك كذا، لكن في تروته ما شاء الله 100%. طبعا عندنا البطل اللي انا جيت معاه الثالث في بطوله العالم ماشي زين حاليا لحد الان، الافرج ماله 24. كم على تريدر؟ على تريدر. تريدر كان طالع متاخر. لا مشى لا مشى مشى ممتاز على الافرج من الانطلاقه، ماشيين على افرج معين نبغي نوصل على افرج سبيد 24 مع دقات القلب مع كل شيء. فالان لحد الان احنا ماشيين على افرج سبيد بدايه ال 24 ونبغي نحافظ على هذا الافرج، ما نبي نغير. لو هم زودوا؟ لو هم زودوا والله يوفقكم ان شاء الله، انا بطلع المرحله الاخيره وبزيد بس المرحله الاخيره. بس في الاخيره؟ بس في الاخيره على ال 24 سماح. ترى ال 24 علميني على السنوات اللي طافت هذه، الحصان اللي يسوي 24 وين يجي؟ وين التوب 3؟ توب 3. طيب الباقيين خلاص يجون يعني منتهين. فأنا إن شاء الله إن شاء الله إذا الله وفقني على الخطة ومشت من أحسن ما يكون، أنا والشيخ دعيج حاطين خطة مرسومة إن نخلي حصاننا فرش، نخلي قد ما نقدر فرش ما شاء الله يجي ويدخل في دقيقة، ما نفحص القلب شهادة لله، ما نحط حتى الساعة القلب، ندخل بالحصان نعرفه زين. ريكفري سريع ما شاء الله. ريكفري سريع جدا، أعرف الحصان إنه ما شاء الله طيب وبيمشي إن شاء الله على هذا الفيس، إن شاء الله إنه ما ينزل وما يمل، لأن مرات يكون بروح على الحصان ويمل. بحب أسألك في بقية الخيول المشاركة لأنك أكيد لك قراءات فيها، مين لفت نظرك اليوم؟ ما أعرف ليش أنا يعني أشوف حصان يوسف البلوشي خطير جدا. الهامبرا. الهامبرا يمكن لأنه يشابه تريدر حصاننا. بس عارف مشكلة الهامبرا إن الناس متشككة في أدائه لأنه ما شافوا قوة في 120. لأن حصانه 160. حصان من 100 يروح ل 160 أنا قلت حق يوسف في الوثبة في أول سباق بالوثبة قلت الهامبرا اللي سباق في أبو ظبي لا دخله تحت ال 120، دخله 160، هذا حصانه 160. كانت هاي نصيحتك. نعم من الوثبة ويذكر الأخ يوسف البلوشي حصان طيب يعني أنا تعرفين قلبا وقالبا أمارا. ويعني لأن أحب هذا الاسطبل، أحب هذا المكان، يمكن بعد إحنا نفس اللون وجيران يعني ولا قصور في الاسطبل. نابي ولا نابولي؟ لو عند أمارة نابي ولا نابولي؟ اثنينهم. حتى لو نابولي ما شفناه من بطولة العالم مو مشكلة. لا لا بالعكس، تعرفين أن نابولي حين أخطر لأن عادة ما إذا أشوفه في السباقات أشوفه مستهلك والعنان مرتخي ورايح الحصان. اليوم ما شفت شيء. لا جديد وفرش، رجوله جديده، في باور، في نشاط ما شاء الله عليه. عندنا كمان ازعاج، ازعاج عامل ازعاج بوجود الشيخ راشد. نعم هو ما عمل ازعاج بالنتائج السابقه. من هذا اللي راكب الشيخ راشد ازعاج؟ اذا بنتكلم بالاحصان ما اعتقد ازعاج يعمل شيء. ما تعتقد؟ لا. بعد لقائي بالشيخ ناصر وجدت الدكتور خالد ورائد. رائد أصيب في حادث سيارة وسلامات لرائد. أما في حواري مع الدكتور خالد فكشف لي أن السباق فعلا قد يحمل مفاجآت. العقلانين يا سماح اللي رايح سرعة 24 يعني اللي كين فحط في باله 24.5 24.5 هو مجمل الريس اللي بيخلص، بتروح 26 وانت بتري انك عندك بتتنازل، بتروح على ال 24 بتحاول تخزن مخزون للمرحله الاخيره وبالتالي تعمل انفجار للمرحله الاخيره وتوصل لل 24. اعتقد هو الواقع، لازم نعيش واقعنا اليوم. اصحاب التجارب واصحاب الخبره اللي يمارسون مسافه ال 160 ملك ال 120 عندهم التكتيك بارعين فيه لان عارفين التكتيك. ما بارعوا لسه في ال 160. ال 160 شوفي مو الكل مو الكل. هم حاسين بضغط تريدر؟ تريدر حيطها لا تستعجليش لا تستعجلين. الحين هم حاسين بضغط تريدر؟ شوفي ما بيحسونه، قلت له انا حتى على قلت له ما بيحسون الا في المرحله الرابعه بيبتدي اهنيه
اللي بيظهرون اصحاب الخبره واصحاب التواجد السريع يا سماح. يعني انت عارف ان هم مش حاسين بيه لسه؟ لا، لكن هيحسوا. وما حسوا فيه في كاس رئيس الدوله، وفاجئهم انه موجود على المركز الرابع وكان دخول ثنائي مع بولي في المركز الخامس. ما يحتاج تحس احسسك بتواجدي من المرحله الاولى والثانيه، تواجدي بتحس فيه لما نكون على نهايه الخط وغريب من خط النهايه. مين اللي في موقف لا يحسد عليه اليوم بصعوبه المنافسات؟ والله شوفي الام 7 انا اتوقع اليوم وضعهم مو يعني بيكونون مو في الوضع الافضل. اذا بوجود الخسائر قد يصبح السباق مفتوح نوعا ما، بينفتح وبينكون متوسط. شوف يا سماح، اعتقد مستوى الجياد اللي بتركض واللي بتنتهي السباق اعتقد هي بتكون متوسط امكانيته 24.5. أعتقد أن الفقرة التحليلية كانت واقعية. لنذهب الآن للمرشحين. في اسطبلات M7 ظهر انتصار وبقوة. تأخره في مجموعة ثانية في المرحلة الأولى سيناريو انتهى. أصبح الآن في الصدارة خاصة بعد فحص دقيقة و39 ثانية، فأخذ المركز الثاني. لهم عادل راجس فحص في دقيقتين و31 ثانية، بينما إزعاج فوصولهم مع الأوائل أفسده النبض 5:56، فأصبح خلف الصدارة بأربع دقائق. محمد السبوسي سيكون في وضع صعب لو بدأ النبض يؤرق أعصابه. لننتقل لMRM. إسماعيل محمد هو الآخر في وضع صعب، مرتبك مشوش. لا أعرف، كل ما أعرفه أنه وضع صعب. صح في المقدمة بوجوده في المركز الأول مع سهم، لكنه يعلم أن كل أنواع الضغوطات ستمارس عليه بشكل مؤجل. سهم كان الأسرع فحصا 1:19. لهم أيضا سيمدو بارثس بفارق 1:10. لو كنتم تنتظرون نابولي ونابي فهنا كانت المأساة. أوت كانوا من الأسماء التي لم أرد سماع أوت معهم، لكنه حدث، خرجوا من السباق. فقد إسماعيل محمد أهم الكروت وفقد السباق أهم المرشحين، لكن معلش مع MRM قد تحدث مفاجآت. لنذهب لأثري. أثري لم تغير من بيس السرعة في المرحلة الثانية، لم يكترثوا بأي فروقات خرجوا بها من المرحلة الأولى. والحصان تمامي فحص في 3:26، ومع خليفة غانم أنت لا تعرف هو متوتر ولا متوقع ما يحدث. الفارق الآن عن الصدارة 4:30. المجموعة التي تواجدت بها F3 بها الهامبرا حصان يوسف الذي رشحه الشيخ ناصر بن حمد. انتظر إنهاء الحصان 120 كيلومتر لكي تتلاقى الترشيحات مع الواقع. انتهت المرحلة وبدأنا نحو العد التنازلي. لا أحد في منطقة الأمان الآن، والكل بعد خروج نابولي ونابي أصبح يرى حلمه وطموحه قابل للتحقيق. الخطورة ما زالت موجودة مع الريف لتهديد المرشحين. سابوكاي فحص في 2:43 ويراقب الصدارة بـ2. أما عمير فبدأ خلاص، بدأ يمارس ويربك المقدمة. تيوان توري كونتري والفارق 1 فقط بالتمام والكمال. الآن فعلا أصبحت ضائعة، وحتى من سردتهم من المرشحين أصبحت باختصار أقول لا أعرف، لا أعرف من ممكن وأن يفوز باللقب.
تنطلق الآن المرحلة الثالثة 35 كيلو متر، القيادة فيها الاسطبلات MRM وراهم على طول M7، يعني فرق 20 ثانية واستمرارية أداء قوي سواء من سيح السلم أو البراري. ونتابع طبعا، شايفين المجموعة اللي بتستعد، يعني كلها مجموعة بتستعد إنها خلاص لو حابب إن هو يصحح وضعه عنده إمكانية. في ناس من رأيها إن لا، عملية تصحيح الوضع ممكن تتم في الرابعة، لكن أعتقد فروقات الدقائق اللي ممكن تتخطى الثلاث دقائق ستستدعي بالبعض إن هو يقلصها في هاي المرحلة. على الأقل في المرحلة الرابعة يكون شوية مرتاح، يوفر مخزون طاقة الخيل بما بقي فيه بعد ما هنكون خلصنا يعني 140 كيلو متر، إنه خلاص ينطلق بها في مرحلة أخيرة فيما تبقى من هذا مخزون. المرحلة الثانية والخمسة وثلاثين كيلو متر كان فيها 44 انسحاب بعد انتهائها. لا نعلم ما الذي ستحمله لنا هذه المرحلة، المرحلة الثالثة. شايفين الآن ان هم كلهم مع بعض، هذه هي خيول المرحلة المتصدرة للمرحلة الثالثة. هذا هو شكل الصدارة، الخيول اللي موجودة فيها كلها خيول من أسماء اسطبلات معروفة، ومعاهم أيضا من حديبة السلم. ما زال الضغط والتواجد مستمر في هذه المرحلة ولا أحد يعرف. كان نفسي لما كنت أسأل أي حد في القرية تعتقد مين بيفوز زمان، كان يقولوا لي إحنا أكيد بيكونها، أكيد بيكونها وصاحبوا العراقيل، لكن هاي عامة كان بتكون موزعة بين حصان واثنين. هالمرة شوفوا 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 شكل الصدارة، شوفوا شكل الصدارة، أداء قوي فعلا الاسطبلات، يعني ادخرت الجيد وادخرت الممتاز لمثل هذا اليوم. يعني لو ما شاركوش في كاس محمد بن راشد بالحصان القوي أو بالخيل القوي اللي كان عندهم في الاسطبلة هيحوشوه فين، هيودوه فين؟ بالتأكيد لو صالح لمسافة 160 كيلو متر هذا هو سباقه الأول الصحيح. مش عارفة اتكلم عن مين ولا مين، اتكلم على الريف ولا اتكلم على الاسطبلات الملكية ولا اتكلم على سيح السلم ولا اتكلم على حتيبة السلم ولا خلاص. MRM وM7 متعودين على الكلام معاهم، لكن شايفين الكل بيسعى الى الاوائل والكل يحاول التواجد مع الاوائل، كل يريد ان يكون في المقدمة. انا حتى شايفة العريان معاهم، يعني في فعلا اسطبلات كثيرة نتابعها متواجدة في هذا السباق. تعرفنا من لقاء الشيخ ناصر عن رأيه في ان اليوم فعلا ماشيين باتزان وان عندهم بيس سرعة، لكن المشكلة الحقيقية ان الكل متبع نفس بيس السرعة اللي احنا بنتكلم عنه، وهو 24.80 24.70 24.50، كله ماشي تقريبا على نفس بيس السرعة. وهاي المشكلة، احنا لسه مش عارفين نفرز الحصان اللي فعلا قوي، لان بيس السرعة مش سامح لنا بمعرفة فعلا من هو الحصان الأجدر اليوم او من هي الخيول الأجدر بالتصفية لتخرج لي مرحلة أخيرة. كل الخيول احنا شايفينها فرش، لكن لسه الاختبار والمحك الحقيقي لها لما يبدأ الضغط. شوية شوية متوقع ان الخيول بتتصفى، ويمكن مع نهاية هذه المرحلة ونحط على المرحلة فحص المرحلة بتبدأ الخيول فعلا في التصفية. شايف الرمال فعلا اليوم غزيرة، انا مش عارفة هي غزيرة بزيادة ولا غزيرة يعني كالطبيعي والعادي. شايفين حسن بن علي متألق في هذا السباق أداء بخيوله طبعا، وشايفين عودة الفرسان للركوب، عودة الفرسان للركوب، يوسف رجع وركب. أنا حتى علي شفته لابس رقم، معرفتش هو لابسه كده بس عشان يعرف يدخل مع الخيول ولا فعلا مشارك، واتضح انه هو مشارك. يا سلام لو استمر الوضع لما هو عليه. على فكرة عودة الفرسان أصحاب الأوزان اندل على شيء ان هم عندهم ثقة ان اليوم يعني في تحكم في عملية الوزن، مفيش تلاعب في عملية الوزن. انتوا عارفين احنا عندنا هناك ثلاث محاور يعني مش عايزة اسميها التحايل، لكن ثلاث محاور للتجاوزات: الساعة، الوزن، وبعدين ان خيلك ممكن ها من الدكتور ما خدش باله يعدي من العرج. لكن اعتقد شوية شوية سيتم القضاء على كل هذه المحاور
بس زي ما قلت شوية شوية. شايفين المجموعة طبعا تعرفنا سحب بولي واحد من الخيول اللي بالتأكيد كان مرشح بقوة للمنافسة من اسطبلات الملكية البحرينية، لكن سحبوا كارت وحطوا كارت آخر وهو تريدر. كانت نصل لإنهاء هذه المرحلة، المرحلة الثالثة، واستنونا علشان نعرف مين فعلا اللي هيكون في ورطة بعد انتهاء هذه المرحلة. مسافة 160 كيلو متر بتنافس شديد ودخول جماعي من كوكب من فرسان إلى مدينة دبي الدولية. طبيعي وأن يكون في كل سباق خسائر، اللي مش طبيعي أن يبدأ مسلسل الخسائر مع المرشحين. هذا هو أسوأ كابوس يمكن أن يمر به أي سباق، لكنه كابوس إجباري، بمعنى أن لازم يكون في ضحايا، والضحية يجب أن يكون شيء مهم للغاية. في هذا السباق نشعر بالعدالة، نشعر بأن الكل متساوي. MRM M7 هاتوا آخر اسطبل كان موجود في القرية، كنا نستشعر بالعدالة. لكن الشعور بالعدالة ليس من الضروري وأن يكون استشعار من الجميع، لكن مرحلة بعد أخرى أعتقد أننا سنصل للمكان الصحيح. وصلنا للمرحلة الثالثة، وبالمرحلة الثالثة كانت الأحداث ما زالت مستمرة وكان الكابوس ما زال مستمر. كان من المهم أن يحافظ الجميع على مواقعهم في هذه المرحلة، وأقصد هنا أصحاب الصدارة وحتى مراقبي الصدارة. بفروقات الثلاث والأربع دقائق كان بإمكانهم أن لا يشعروا بالخطر. انخفاض السرعة في هذه المرحلة كان حل أمثل مع الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة. الكل تعامل بشكل مثالي مع معطيات السباق حتى الآن، وتحت حتى الآن نضع 1000 خط، لأن القادم سيكون أعظم لتصل الخيول. سأعكس الوضع هذه المرة، البداية سأجعلها مع المرشحين ونتائجهم، لنذهب بعد ذلك لمن بقي من المنافسين. في اسطبلات M7 الابتسامة تفارق وجه محمد السموسي، قمة التوتر يصل إليها الجميع على بعد تلك الخطوات من الفحص. انتصار يثبت أن قلبه شباب لو صح التعبير، تفوق على رفيق اسطبله إزعاج. انتصار فحص في دقيقة و51 ثانية، بينما إزعاج ما زال مزعج بالقلب 5 دقائق مكررة من المرحلة السابقة. M7 لها أيضا هيلباسك مركز 7 وفحص في 2:49، وراجس فحص في 3:05، والفارق في نطاق 1.5 دقيقة. لننتقل الآن لاسطبلات MRM. محمد تفارقه الابتسامة، أما إسماعيل يصاحبه التوتر، لو جمعناهم مع بعض بركان.
سهم اسماعيل محمد مركز اول والحصان اسرع فحص دقيقه و35 ثانيه دو بارثوس مركز رابع وفحص في دقيقه و56 ثانيه. خروج مرشحي MRM الاساسيين حتى الان لا يبدو مؤثر على النتيجه. لنختتم بأفري حصان أفري تم أم وصل مع الأوائل وفحص الخيل وصل إلى 3 دقائق و53 ثانية. في وقت من وصل معهم كان منهم من يفحص في أقل من دقيقتين وبالتالي أصبح خلف الصدارة ب2 دقيقة و30 ثانية. وهكذا نكون أنهينا المرشحين لنذهب للمنافسين. فريق الشيخ ناصر بن حمد ثابت الخطى تريدر فحص في دقيقة وتسعة واربعين ثانية والفارق 2 دقيقة و10 ثواني. في هذه المرحلة البراري متألقة مركز تاسع والله يحفظهم من أي عوارض وهم الآن بفارق 2 دقيقة و5 ثواني. ما يطبق على البراري يسري على دباوي ومركز خامس بفارق 40 ثانية. لنختم بند الشبه والريفة. الهمبرا مستمر في مشوار التألق الفارق 2 دقيقة و45 ثانية والحصان يفحص في 2 دقيقة و16 ثانية. في الريف العين خلاص ودع عمير السباق. أما عجبان فعبد الله بدأ مرتاح البال. قلت بدأ لكن في الواقع كل شوية بيفحص خيله. لنبدأ الحوار مع عبد الله وكرم الضيافة طغى على كل شيء. هاي الفيتامين سي أنا أعطيتها يا احلى شيء ان انا مقضيها عزايم في القريه اكل وشرب. هذا احسن شيء. لا عبد الله تبذير يعني طلع لي كل اللي في الايس بوكس. الله يطول اعمار الشيوخ طال عمرك. اشكرك عبد الله. هو انا محتاجه افهم ايه في هالريس يعني شو لو انت تحط لي عنوان رئيسي لهالريس شو هو؟ كاس سيدي الشيخ محمد بن راشد اغلى من اغلى الكوس في العالم. والنسخه هاي من اصعبها؟ أنا أعتقد من أصعبها فعلاً؟ على الجميع. ليه؟ لأن أعتقد شوفي اليوم في الموسم الفات شبه كان السباق محسوم. لبعض الخير. اليوم السنة هذه ما يعني شوفي نابولي هو اللي نابولي دخل اليوم ما شارك قبل وطلع عليهم وايد خيول يعني يمكن شاركت سباق واحد وكملت أو حتى يمكن بشكل عام على فكرة يمكن الخيول اللي فازت في الموسم اللي فات ما مشارك اليوم. ما حافظ الأسامي الخيول بس أعتقد ذي يعني. الموسم استهلك الخيول الأبطال؟ الأبطال السنة هاي أنا أعتقد أقل من الموسم اللي فات نادر في الموسم هذا. في الموسمين اللي فاتوا كانوا أبطال بمعنى الكلمة. نابولي سنين 3-4 مواسم. انت تقصد تقول لي هالموسم ما في ابطال بمعنى لا الكامل؟ لا شوفي انت ابدي من بدايه الموسم للحين تقدرين تقولين لي خيل يا سباقين سوى نتيجه؟ ما في. لا صح في الموسم الفات كانوا بيكرروا كانوا يكرروا كانوا من الامارم على 4-5 خيول ماخذين الموسم كامل على 17-18 ريس اعتقد يعني. عجايب نفس الشيء يعني وكان نابولي وكان نسامي ما اذكرها الحين انا. السنه هذه سباق وما شيء يختفي تختفي. انا عارف المدرب اللي عنده خيل جاي مرشح. انا احطك مرشح بعد خروج نابي ونابولي احطك مرشح؟ شوفي انت اليوم المرشح واضح واضح الوقت الحالي بس انا بالنسبه لي في الريس مو بواضح. MRM M7 واحيانا يدخل منو F3 احيانا ما بكل السباقات الF3 لهم طلعات قويه ترى على فكرة. ولكن بقول لك شيء قول لي شيء. اليوم نحن خسرنا منافس عنيف قوي في هاي في هذا السباق اليوم فلا شك ان اسطبل الوثبه لو كان علي خلفانه واسطبل الوثبه بشكل عام موجود اليوم كان السباق مختلف. طب خلينا نظبط شويه. عارف خليك تظبط مع مين؟ مع ربيعك. منو؟ ربيعك اسماعيل علي قصدك علي ما بينك وبين علي. علي ما بينك وبين علي من شفت النهارده علي راكب ايوه يا اخي علي راكب يوسف راكب شو بلاهم هذا هذا الزمن الجميل الزمن الجميل. شوفي اذا القوانين تطبقت في الحرف الواحد وانا اشوفهم انهم جزاهم الله خير قاعدين يحاولون يطبقون حيكون في مساواه. لان يوسف كم وزنه
أنا ما أدري لكن ما أعتقد مع السرج يتجاوز 75. أوكي. علي كم وزنه؟ ما أعتقد مع السرج يتجاوز 75. وهذا الشيء إيجابي بالنسبة لهم. ها. لكن. إذا هو بيجي علي بيركب مع السرج 75 وزيادة. بأي واحد ثاني بيركب 65 فهاي بتكون مشكلة. شفت الناس بتوع 65 اليوم ولا لا؟ بصراحة. شوفي اليوم مرحلتين. وأنا أكثر واحد ترى أنت أكيد عرفتي في احترضت أن أنا شفت في المراحل فرسان راكبين نفس ما يركبون السباقات تاني نفس الشيء تقريبا لكن هم عندهم أعذارهم يقولون أنا أشوف السرج هذا أبو السرج أبو كيلو وين وثلاثة كيلو وأبو أربعة وخمسة أنت متأكد ولا رؤية العين لا بس؟ لا رؤية العين أوكي رؤية العين لكن السرج هذا الكل يقول ما ما بأكثر من 3-4 كيلو ما في عندنا من النوع من السروج 10 كيلو فأنت شايف أنه ما فيش مساواة لا هم في مرحلتين البداية ها فالمساواة ما كانت موجودة أنت رحت شفتهم هم نفسهم تغيرت هالأشياء تغيرت أشياء يمكن ما حد لاحظها لكن أنا لاحظتها شو اللي تغير أنا بقول لك قل في بعض المدربين قالوا هاي السروج وزنها أكثر من 3-4 كيلو أوكي. يمكن فعلا هي كانت 3-4 كيلو في المرحلة الأولى كانوا مركبينها واليوم هي المرحلة الثالثة قاموا يوزنون وركزوا وحطبوا 10 كيلو وهو قال أنا عندي سرج أبو 10 كيلو فأنا أقول في شغلات تغيرت وأنا لاحظت بعض الفرسان غيروا الفرش اللي تحت السرج لاحظ بعض الفرسان غيروا السروج يعني كتصحيح يعني تصحيح أمير حيعمل حاجة اليوم ربيعك جارك أمير محطة أعتقد انسحب خلاص فارس ما أدري ما عجبتني أنا بيني ركوبة حتى ما أعتقد أنه هو مبسوط هو قال لك أنا أصلا ما فيش بيني ود وبينه الفارسات ما بعرف أعمل عليهم كنترول ما عجبك ركوبها عمير ما عنده ود بينه وبين الفارسات معليش منه خلينا في الريس موافق إن شاء الله عطني سؤال صعب أروح أسأله المطر قولي اللي تتمنى منه يفوز اليوم بيقول أنا بس قولي لك تعتقد بتخونك الإجابة إذا قال غير كذي العيش والملح كل اللي بيني وبينه وكل اللي الشغل على فكرة كان هو من فرساني كل انتهى ترشح؟ هاي ما ولا أي حد هنا من اللي حواليك؟ ولا حد خالص؟ أبداً خيبت ظن الله يوفقهم كلهم خيبت ظن عبد الله الله يوفقهم كلهم بس أرشح أنا عبد الله صراحة بس ما كنت أبغى أقول لك أنت في توارد أفكار ولا أنا اللي غششتك الإجابة؟ لا ليش؟ شوف الحلقة لا رشح عبد الله رشح من تتخيلين شو أنت؟ شوف بقى الحلقة شوف السؤال باي هكذا نبحث دائما عن تلطيف الأجواء وفي هذه المنطقة نبدأ التوتر ونصبح حائرين من فعلا بإمكانه أن يفعلها اليوم من فعلا بإمكانه أن يقول لهذه المنصة أنت لي بدأت المرحلة الرابعة 32 كيلومتر أمام كل الفرسان المنطلقين بصدارة حمد الكعبي مع السهم ويلي من اسطبلات سيح السلم أحمد الأنصاري مع بيج ريد ومن بيج ريد إلى انطلاقة انتصار يا سلام على انتصار يا سلام على انتصار إن شاء الله على انتصار أكبر خيل فيهم اليوم وبصراحة فاز ولا ما فاز إحنا مبسوطين بأدائه لأن أدائه اليوم حتى لو ما فاز بيعطي مؤشر إن هو بيكون جاهز سباق تاني مقبل عليه بيكون سباق كبير
يعني طبعا الكبير للكبير. ومر علينا الآن أحمد السبوسي ومع بارثس دو بارثس، وهذه هي بقية الخيول اللي لسه موجودة معاهم في الصدارة. بقول لسه موجودة معاهم في الصدارة لأن مش عارفين بتستمر ولا ما بتستمر. الأداء ملفت بصراحة هالموسم، ويعني لسه نقصى البصمة الأخيرة عنده شوية عراقيل، بس يعني هو بيأدي في التراك، عراقيله دايما في القرية اسطبلات البراري، لكن إن شاء الله يتجاوز هذه العراقيل في النهاية. بنتابع المرشحين كمان، اللي عنده عراقيل بتكون طبعا اسطبلات ند الشبة. عايزين نشوف الهامبرا، أداء الهامبرا. يوسف عارف شيء عن الخيل، احنا حتى الآن نريد أن نراه في السباق. وتذكرت كلام الشيخ ناصر لما قال إن هالخيل هو خيل 160، بالتالي احنا ما شفناه في 160، وهذا اليوم هو سباق 160 الذي نرى فيه الهامبرا مع يوسف البلوشي. مرحلة رابعة بعد انتهاء المرحلة الثالثة. على فكرة كان عندنا 50 انسحاب، قضت المرحلة الثالثة على 50 مشارك من المشاركين في كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. سباق تعبنا، عارفين أعصابنا أصلا. بنتابع طبعا تريدر خيل الاسطبلات الملكية البحرينية، ابتدى هو كمان لسه على بيسو. أنا يعني هم اللي نزلوا البيسو على فكرة، هو لم يحاول اللحاق بهم، ولكن مع عملية تهدئة بيس السرعة خلال المراحل السابقة كنا ماشيين 24.20 وصلنا ل 23 في النهاية. يعني التحم الجميع، كله أصبح في الصدارة مع حالة انقسام في الأرضيات يسار ويمين، كل متبع الأرضية اللي مريحة، اللي شوية شدد واللي شوية فيها رمل. خلاص أنا بقيت بتكلم زي المدربين شدد ورمل. المهم فعلا السباق، وبيعودوا بيلتحموا في منطقة ما، نشوفهم مجموعات كبيرة. هو F3 بتكون على المنصة اليوم، هي M7 بتاخذ كل المنصة، هي MRM هي اللي بتاخذ كل المنصة، واللي بيكون لكل اسطبل من المرشحين مركز واحد فقط وهو الأصعب. ولا ممكن واحد فيهم أصلا ما يطلع على المنصة وتطلع الريف، ولا تطلع الاسطبلات الملكية، ولا تطلع دبي، كلها أسماء ما بين مرحلة وأخرى. بصراحة هم مثبتين من أقدامهم، وكل واللي مساعدهم على تثبيت الأقدام إن حتى الاسطبل اللي عنده أكثر من خيل ممكن يجر بيه البيس لم يسعى إلى ذلك. وأكثر الاسطبلات اللي ممكن تعمل كده هو اسطبلات M7 وMRM، لأن هم الاسطبلات اللي عندهم أكثر من خيل، فهم بس مشكلتهم إن هم مرحلة بعد أخرى بيفقدوا واحد من خيولهم. فأعتقد عملية إنك تخاطر يكون في رابت، يكون في أرنب يجر البيس، لم يسعى أي من الاسطبلات الآن لفعل ذلك. مخاطرة الحقيقية من الاسطبلات اللي بس عندها خيل واحد، اسطبلات الملكية البحرينية، اسطبلات دباوي، اسطبلات ند الشبة، اسطبلات البراري، هاي الاسطبلات اللي مش عارفة تخاطر، اسطبلات سيح السلم، يعني صعب انك تخاطر ان انت تدفع، ومش مضطر انك تدفع. اسمه الشيخ حمدان بن محمد، تابع الريس، تابع اداء الاسطبلات. انا مش عارفه ليه انا بحس دايما هو مع MRM و F3 وبيتابع البقيه يعني عشان يشوف ادائهم، لكن بالتاكيد اداء الكل حتى الان شابوه، نرفع لهم القبعه بهذا الاداء. ووصلنا للمرحله ما قبل الاخيره، وكلمه السر فيها ري اكزام. بداية تدوير القدرة في نهاية المرحلة الرابعة، والتي كانت بالدور الأسرع لمسافة 32 كيلو متر. يرجى من
كان عندي سؤال واحد خلال السباق، سؤال واحد بس. هو احنا ابتدينا نعرف مين المرشح؟ هو احنا ابتدينا نفهم اكثر ونتأكد ويصبح عندنا شبه يقين ان هذا الحصان هو من سيقوم بدور البطولة المطلق؟ في الحقيقة لا، لم يكن هناك حتى هذه المرحلة، المرحلة الرابعة، أي دور بطولة مطلق. كانت الاسطبلات تستعرض العضلات بشتى الطرق، حتى وإن كانت هذه العضلات أصابها نوع ما من الإرهاق، لكن في النهاية كنا ما زلنا مستمتعين بكل مجريات سباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وصولا حتى لمرحلته الرابعة. كان من الصعب توقع أكثر مما حدث حتى الآن في السباق. كل اسطبل مرشح مر بتداعيات خلال المراحل مست مرشحيه، خروج وميض من F3، خروج نابيا ونابولي من MRM، وأكثر الصامدين كان اسطبل M7، لكن تأخر إزعاج داخل المرحلة عن فريق الأوائل كان مزعج لأنه على وشك الخروج من الترشيحات. بين كل من رشحناهم صمد حتى الآن انتصار، وكم كنا نتمنى بقاء الوضع على ما هو عليه، لكن وهنا الخوف من لكن، بعد وصول الخيول الأوائل بدأ التبريد، وبين عين على الانتصار وعين على بقية الخيول في منطقة التبريد والفحص كانت الأحداث كالتالي. بين صبلات MRM برز السهم، أخذ دقيقة و36 ثانية لكي يدخل الفحص. هو حتى الآن الحصان الذي لم يتخطى الدقيقتين في أي من مراحل فحصه الأربعة حتى الآن، وبالتالي أخذ المركز الأول. الاسطبل أيضا تسوان بفارق 5 دقائق و11 دقيقة، الخمس دقائق رقم كبير، لكن مركز سادس قد يقربه نحو المنصة، وإسماعيل محمد أكيد لو عليه خذ المراكز الثلاث الأولى، لكن عنده مشكلة، عنده مشكلة بوجود F3 وM7 ودباوي. M7 خسرت المرشح انتصار بسبب العرج، أخذت المركز الثاني والثالث مع باسك الذي فحص في دقيقة و44 ثانية ورجاس دقيقتين، يعني كمان لو على السبوسي لا طمح بالمنصة بأكملها، لكن ثالثه إزعاج متأخر في المرحلة ومتأخر في القلب بحوالي 3 دقائق و13 ثانية، والفارق الآن 12 دقيقة. أخرجوا إزعاج بكل ضجيج ترشيحاته من الترشيحات، لكنه ما زال في السباق. لنختتم المرشحين بF3. تمامي وصل مع الأوائل بعد أن وصل إليهم داخل المرحلة، فحص في 2:29 ثانية، فأخذ المركز الرابع بفارق 51 ثانية، يعني تبديد حلم ثنائية M7 أو MRM قد يكون من F3. لنغلق ملف المرشحين ونفتح ملف المنافسين. انحصر كل منافسي السباق في دباوي ونادي الشبه، خرجت الصبلات سيح السلم بسبب العرج، أما الصبلات الملكية البحرينية فعدم دفعهم بتريدر داخل المرحلة جعل 15 دقيقة فارق الآن جدا صعبة لاختراق المراكز الثلاث الأولى، ليصمد بذلك الهامبرا وروزميري. الفرس بفارق 4 دقائق و13 ثانية، أما الحصان 5 دقائق و22 ثانية. ذهبت ليوسف لأن موقفه سيعبر في ذات الوقت عن موقف علي المهيري، كلاهما تعوقهما الدقائق إلا لو كان في الخطة خطة لغزو المقدمة. بص أنا هقولك الصراحة، أنا شايفة الهامبرا حصان عامل بصمة، بس احنا محتارين. ناس كتير اليوم انا التقيت بيهم كلهم اصوات كتيرة رشحت الهامبرا. شوفي الهامبرا حصان تعرفي يتدرج، هاي اول 160 له. انا طبعا ما ارشحها، انا اتوقع بيأدي اداء زين، لكن ما ارشحها انه يفوز بالبطولة مثل ولا ترشحه توب 3 بالنسبة للخيول المشاركة. لا. هو اقل خبرة منهم وحصان قد إنجاز، حصان أول مركز 160، وما عنده يعني في رصيد الحصان كله عنده ون ستار ومرة 120 FEI، يعني
يعني حصان السنة تأهل وين ستار؟ لا اعتذر، العام تأهل وين ستار والسنة تأهل على تو ستار، فيعني المفروض انه يكون عنده اداء قوي اول شيء في التو ستار وبعدين يطلع له تري ستار. انا شايفه في تكتل من ام 7، لكن اسماعيل محمد جاهز واف 3 كمان جاهزه. لو هم ثلاثه هيقطعوا الخط. والله شوفي معظم الخيول يمكن الخمسه الاوائل كلها جروب واحد، يفرقهم بس يعني فارق زمن الخروج. معطيات الخيول في التراك انا شفتها، خيل اف 3 شفته وايد زين، خيل اسماعيل بعد خيول تمتلك طاقه، لكن خبره انتصار اتوقع انها بتتغلب على الطاقه. اساعدك اديك اختيارات. ايه في حصروهم بين ام ار ام وام 7، ان التوب 3 هم ام ار ام وام 7. يعني انت تبين ارشح الاول ولا الاول والثاني والثالث هم بين ام ار ام وام 7 ولا لا بتتنوع الاسطبلات على المنصه؟ انا اقول بيكون ام 7 ام ار ام اف 3 اول ثاني ثالث. حتزعل علي بس حتى حالي بعد. إيه لا لا ما خلاص كذا خلاص. إيه انا اقول ام 7 اول ثاني ام ار ام ثالث. يعني ما في حد بيحتكر المنصه؟ ما اتوقع. ما اتوقع معطيات الخيول كلها الحين لحدث الحين كلها جيده. بصراحة بعد لقاء يوسف نكون بذلك سردنا أحداث كثيرة عن السباق، فما رأيكم في فاصل مع واحد من مفاجآت المهرجان سباق البونيز؟ الناطق ان شاء الله بتكون فارس. تشوفي مين؟ بابا محمد. الحين تبين تشوفين بابا محمد ولا بابا حمدان؟ حيرتيني. اثنينهم. سارة أنا زعلانة منك عشان أنت وايد كشخة اليوم وأنا ما لبست. سارة ممكن تعطيني هالسكار؟ شو تعطيني طيب؟ أنا أحب الخيول أكثر عنك. ها؟ والخيول تحبني أكثر منك. أنا شفت خيل في الموبايل يقولي أحبك. أنت شفتي هو خيل في الموبايل يقولي أحبك؟ اوكي تعالي نتكلم معهم. انت المركز الايه الاول؟ انت المركز الاول. قالوا لي ان انت مو بشاطر. مش شاطر. انت شاطر؟ اي شاطر في اي شو اكثر شيء؟ اكثر شيء تحبه؟ رياضيات. رياضيات؟ 5 في 25 كم؟ 25. 5 في 5 صح. برافو عليك. 5 في 25 25. برافو عليك. وانت شاطر في اي ماده اكثر؟ رياضيات. 5 في 25 كم؟ رياضيات. 125. انت غيرت رايك. انت شو رايك ساره، صح هم ولا غلط؟ صح. صح ساره. صح صح ساره. انا بسالكم سؤال، مين اسرع الخيل ولا الصوت؟ الخيل. صوت الخيل ولا الصوت ساره؟ الخيل. مو بالصوت. هو كسب اليوم بالخيل ولا بالصوت؟ بالخيل. بالخيل. انا هسالكم سؤال ثاني كثير صعب.
في اللغة العربية أيهما أفضل، الرجل ولا المرأة؟ رجل. الرجل ولا المرأة أشطر؟ أنت تعرفين شو الرجل أو المرأة؟ ما عندك إجابة؟ أبداً؟ أنا قالوا لي إن أنتوا ما تدربتوا في الخيول، كنتوا في البيت عندكم خيل خشب تركبونا كل يوم وتتدربوا عليه. شو يسوي الخيل خشب؟ أنت كنت تدرب على خيل خشب؟ قبل خيل خشب؟ يمكن صغير يعني مفيد الخيل الخشب؟ أوكي. يعني أنتوا تنصحون الاسطبلات يكون عندهم خيول خشب؟ لا. ليه؟ إن كم مرة طحت؟ وايد. أنت مين مدربك في الاسطبل؟ عبد الله الكلب. ها وايد يصارخ صح؟ كيف يصارخ؟ تاني كده كيف يصارخ؟ ها انت عاد ركوبك احمد الجابري. ها وايد عصبي بعد، كيف يتعصب عليك؟ اركب عدل قبل لا يضربك. يقول لك اركب عدل قبل لا يضربك احمد الجابري كمان؟ نفس الشيء بيعصب عليك؟ مرات. وانت؟ انا خالي يعلم. خالك يعلم. شو اسم خالك؟ منصور. ها منصور وايد يحب الشعر. انت كم مره طحت؟ ما اعرف، ما 10 مرات. 10 مرات في اليوم؟ لا في الساعه. انت عندك حصان؟ شو اسم الحصان؟ ميني. ها حصان من ميكي. عندك ميكي ماوس ولا بس ميني؟ ميني. كم مرة تركبين خيل في اليوم؟ 25 ولا 30 ولا 45 مرة؟ اختار اختيار. اثنين مرات. اثنين مرات؟ بتركبي اثنين مرات في اليوم ولا في الأسبوع؟ اثنين مرات في الأسبوع؟ هاليوم هاو الفايز، انت عرفتوا؟ انت جبت أي مركز؟ ها؟ انت جبت اي مركز اليوم؟ طحت من فوق الخيل، الخيل شرد. اليوم طحت من فوق الخيل وبعدين شو اللي صار؟ ولا يهمك صح؟ عادي كل الابطال يطيحون، وانت شو جبت اي مركز؟ رابع. انت المركز الرابع، وانت جبت اي مركز؟ عشرة. ها؟ قبل الاخير؟ ها بعد مركز وايد زين قبل الاخير. المركز الاول، شو قلت عشان تجيب المركز الاول؟ سمعت ان انت يعني كان عندك دعاء كررته. ايه. فشو الدعاء؟ اللهم اتني ان الله لطيف الخبير. كم مرة قلت الدعاء؟ يعني لست أقول 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 ليه ما أركب. من حفظك الدعاء؟ أمي. أمك؟ هذا دعاء وايد زين، لازم تحفظهم له عشان المرة الجاية هم كمان يقولون نفس الدعاء. أنت عارفين عبد الله عنده كلمة وايد حلوة هو دائما يرددها، شو الكلمة؟ أنا وشعبي شو؟ أنا وشعبي لا نرضى إلا بالمركز الأول. أنت تعرف معنى هالجملة؟ إن نحن يعني ما نرضى يعني إلا بالمركز الأول. يلا كرروها، 1 2 3 قولوها. أنا وشعبي لا نرضى إلا بالمركز الأول. شو تحبوا تقولون في النهاية؟ أريد أشكر حضور سيدي صاحب سمو الشيخ سلطان بن راشد المكتوب. لا قول ناموس. ناموس. قول ناموس. ناموس. شو كنت تبين من بابا محمد؟ نبيتي بس الملئي وتبقى أنت نبيتك وايد وبعدين أبي أكتب. تبين تسلمين عليه وتقولي له احبك وايد؟ الآن نحو المرحلة الأخيرة، المرحلة الأخيرة بقيادة حمد الكعبي مع السهم يليه مباشرة سالم الملهوف ومعه باسك
وراهم يعني في رجاس وفي تمامي وفي يا روزماري جولد، ومتابعة من الشيخ ناصر بن حمد للأوائل. يا سلام على الأوائل، يا سلام على أداء الأوائل، سلام على خروج السباق حتى الآن بهذا الشكل في الصدارة. هؤلاء هم الفرسان الذين حتى الآن يحملون هدف الفوز، يحملون هدف المنصة بمركزها الأول، يحملون طموح الصعود وحمل كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في هذه النسخة الخاصة بمهرجانه. بنشوف طبعا عبد الله غانم المر وبيمر علينا. هؤلاء الفرسان خلاص أصبحوا مع بعض الآن في صدارة 18 كيلو متر، يحسموا لقب مشوار 160. اليوم يا جماعة كان يوم طويل طويل، وكل مرحلة يعني فيها تداعيات، كل مرحلة ها يعني دول ها خرج ها طلع من الريس، وكانت آخر الها اللي خرج فيها طبعا انتصار. توقفت قلوبنا مع خروج انتصار، لكن عاد ودب فيها نبض الحياة بهذا المشهد، لأنك مش عارف مين هيفوز، مش عارف ترشح مين، مش عارف مين فعلا اللي خلاص معاه مفاتيح لقب كأس محمد بن راشد. تشتتت وتساقطت الأوراق بالنسبة للمرشحين، وكتب هذا المشهد من صدارة السباق والمرحلة الأخيرة، كتب سطور جديدة في نسخة كأس محمد بن راشد، كتب سطور جديدة في من يمكن وأن يقود الريادة فيما تبقى من سباقات. اليوم البطل، اليوم الأبطال، اليوم هذه الأسامي هي التي ستقود السباقات المقبلة. سهم سيقود السباقات المقبلة، باسك سيقود السباقات المقبلة، وسيكون بطل يعمل له ألف حساب. رجاس، تمامي، كلها أسماء، روزماري جولد، كلها أسماء ستكون في القادم أسماء صعبة. تسوان، مش عارف أقول مين ولا مين، حتى لو بعد بفارق الدقائق الآن يكفيه أنه خرج لآخر 18 كيلو من مشوار 160 ليكون بطل عليه العين، ليكون بطل مع الطموحات. تعبنا تعبنا تعبنا، مش عارفين نكون مع مين ولا مع مين، مع ام 7 ولا مع ام ار ام ولا ام 7 ولا نضيف عليهم اف 3. يعني بصراحة حالة من الشتات. لو في سيارة من السيارات اللي موجودة الآن تعرف من سيكون البطل لن نصدقه. لو في سيارة بتسمي ان فعلا المنصة اليوم بتكون حكرا على اسطبل معين كمان لن نصدقه. كل المفاجآت الآن أصبحت متوقعة، ومن المفاجآت الغير متوقعة هي السهم. وحمد الكعمي بينزل عن سهم، لكن مش مشكلة، منتظرين سهم في القادم من سباقات، ومنتظرين الآن مشهد النهاية. وهذا الدخول بخمسة خيول، خمسة خيول تصل إلى منصة كأس محمد بن راشد، خمسة خيول تصل وتقول نحن أبطال السباقات القادمين، خمسة خيول ومش عارفين هو مين البطل، هو مين اللي سيصل إلى خط النهاية. وبصراحة مش مهم، المهم معانا خمسة ينهوا هذا السباق، ينهوا كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. شايفين تعليمات سمو الشيخ حمدان بن محمد، هدوا هدوا، مستعجلين على ايه؟ هدوا هدوا، لماذا الاستعجال؟ لو دخلنا خمسة عشان نكون مع بعض هو فعلا مشهد رائع. شكرا لراعي الحدث، شكرا لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، شكرا للرقم واحد بالفكرة، شكرا للرقم واحد بالأداء، شكرا للرقم واحد بكل الابتكارات التي دائما ما يحرك بها المياه الراكدة في عالم سباقات القدرة. اليوم شكل غير، بأبطال غير، باكتشافات غير، سنتحدث عنها على القادم من دقائق بعد هذا الإنجاز الرائع. وينتهي السباق ونصل إلى خط النهاية، والناموس، ناموس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم على وصول هذه الكتيبة من اسطبلات سموه إلى خط نهاية، خط نهاية مشوار 160 كيلومتر، ما أطوله ما أصعبه، لكن في النهاية ما أجمله. We'll be right back.
لما أتذكر متى كانت آخر مرة فاز بها حصان جديد بسباق كبير مثل كأس صاحب سمو الشيخ محمد؟ هل مر أصلا علينا مثل هذا الحدث من قبل؟ هل كان هناك من رشح رجاس؟ وهل لو كان رشحه في بداية اليوم كنا سنصدقه؟ لو الإجابة عندي لقلت لا وألف لا، لن نصدق من يرشح حصان جديد لمثل ذلك اللقب. لكن فعلا كل شيء في هذا المهرجان ترك بصمة من أول يوم إعلانه مهرجان بثلاثة كؤوس وصولا لهذا البطل. معه صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد، يعني على هذه التظاهرة الجميلة وخروج المهرجان بهذا الشكل، رأي سموك في المنافسات اليوم كيف رأيتها؟ والله منافسات قوية ومن جميع الاسطبلات، فكانت منافسات قوية، ولكن في الأخير يعني يطلع هو الصح والخيل الطيبة والخيل اللي هي مال مسافات يعني 160، وفي تجاربنا في ام 7 اظن ان ما دام يعني وصلنا الرباعة وواحد فاز منهم معناه ان التجربة هذه والتجارب بدت للنجاح. اقتربت سموك بالنجاح على الرغم من الكل استشعر النجاح بصعود ام 7 اكثر من مرة على المنصة، لكن من الواضح سموك كنت تنتظر شيء ما لهذه الإشارة. صح، انا ام 7 ما لو هي اخذت المراكز الاولى من قبل ما كنت اعتبرها وصلت، لكن في الكاس اليوم لا صراحه وصلت وشفتوهم يعني مع الام ار ام وام 7 بيكونوا جاهزين لل160 القادمه. لا مش كلهم، يمكن واحد او اثنين يشاركون، ولكن في خيل غيرهم مستعد لهذاك السباق. ام ار ام اليوم كيف شفتها سمو؟ هن اثنين من امارم واثنين من ام 7 هم اللي وصلوا قدام. طيب طويل العمر تعليقك على الخيول اللي خرجت اللي كانت مرشحه نابي، نابولي، انتصار، وميض، هذه الخيول اللي كانت مرشحه قبل بدايه السباق. هذه الخيول اللي مرشحات، ولكن تعرف القوانين واللجان عندنا هنا استبعدوهن، ولكن على حق. نعم استبعدن على حق. كيف رايت دور اللجان سموك مع اول مسؤوليه تلقى على عاتقهم في الكاس الكبيره؟ والله تبسط، انا يعني سعيد جدا بالدور اللي قاموا به، ونحن املنا فيهم لانهم هم عارفين شغلتهم وعساكر من قبل. طويل العمر، طويل العمر. لما اتكلم عن منافسه اليوم، هل كان المنافسه محسومه بشكل غير واضح خصوصا مع المرحله قبل الاخيره؟ توقعنا ان الشكل يكون على ما هو عليه في المرحله الاخيره. والله الحمد لله تبسط، نحن لما خرجنا خيار الخيل نابي ونابولي وانتصار، هذه لهن المرشحات عندنا اليوم، لكن طلعا بحق، فلهذا السبب كانت مفاجأة سارة لنا بالباقيات. طول العمر الشيخ حمدان محمد يقول في النهاية ما يصح إلا الصحيح، وأنا أكد على كلامه، في النهاية ما يصح إلا الصحيح. بطولة محمد بن راشد ليست ببطولة تحقيق الألقاب فقط، إنها بطولة أفعال وقرارات. كلمة السر المقبلة ستكون في اتحاد الإمارات للفروسية وباستمراريته في تحقيق النجاح في إدارة السباقات. هل كنا متخوفين من الأخطاء في إدارته الأولى؟ بالتأكيد نعم، لكن زال كل تخوفنا الآن بما حققه من قوة استمدها من فارس العرب، قوة ستجعل كل الأيدي مكتوفة إذ ما حاولت وضع أي عراقيل أمامه. لنذهب الآن لفقرة الناموس.
محمد؟ ساقي خير من الله. ناموس 160؟ الحمد لله. عارف هي مش الفكرة في 160، الفكرة ان الاسطبل بمعطيات التجارب في 160 صعب ان انت تتخيله هو بيكون رقم واحد. لكن انا لو قلت لك بصراحه اللي كان مطمن ناس كتير على اداء ام 7 في هالريس كان وجود انتصار. صح. شوفي اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ان خلصنا المهرجان وخلينا اسطبل ام 7 في قمه المهرجان اليوم. وبالنسبه للانتصار يعني الواحد يطمن لما يكون عنده انتصار، سواء كان اسطبل ام 7 او حتى يوم كان عنده مرن. حصان عنده خبر، حصان جبار، حصان له تاريخ. أما الخلطة اللي كانت معاه إنه خيل تقريبا شبه خيل جديدة، بس حتى كانت مطمتنا من ناحية التجهيز المفاحيم. مين رجاس؟ هذا بصمة مسافن. مين هو؟ أنا بقيتش عارفة هو أنتو ها خيل نعرفه بس أنتو غيرين اسمه؟ لا لا. ولا خيل جديدة ولا؟ لا لا تأكدي إن هذا خيل يعني خيل ام 7 يعني بكل امانه حصان تعبنا عليه وحصان خذناه بحذر لين ما وصل هالمرحله. وبارك لسيدي صاحب سمو الشيخ محمد لان انت تفرحين يوم يظهر لك خيل جديد مو بلا رجاس حتى باسك ادى اداء طيب يعني باسك خلص ثالث بس يوم يكون عندك خيل جديده تأدي هالاداء تطمنين حق المستقبل. انت ما تبين تجلسين على نفس الخيل في 3 سنين قدام، لا تبين خيل جديده. هذين اللي بتعتمدون مش تعتمدون يعني بيكونوا من الركائن الرئيسيه لكاس رئيس الدوله؟ والله الاختيار لسه لسه بس لان بعد في خيل عندنا محتاجين يجربونهم. مو محتاجين نجربها، محتاجين بس ان سيدي صاحب سمو الشيخ محمد يرشدنا على النقط اللي يباها. في خيل ان شاء الله مذخوره حق كاس رئيس الدوله. لو اقول لك انت لو كنت متخيل ان النسخه هيكون فيها 3 منافسين كانوا مين هيكونوا؟ اف 3 امارام والوثبه. مين؟ اف 3 وامارام والوثبه. اوكي، وعدم وجود الوثبه حطيت احلالها مين؟ ند الشبه. ند الشبه؟ يعني. انت كنت اليوم على الهامبرا؟ مو بالله على الهامبرا، لا على يوسف البلوشي. انت رحت عشان يوسف؟ لا مو بعشان يوسف. شوف تجارب يوسف، خبرة يوسف، خبرة يوسف هي اللي ترجحه. يعني يوسف كان أداء طيب لن أتوقع كان معانا لين مرحلة قبل الأخيرة. وحصان الهامبرا يمكن ثاني موسم له، وتعرفين أنت أتوقع أن هذا الحصان اللي يعتمد عليه يوسف أكثر عن خيل الثانية. فيوم يكون عندك حصان واحد في الاسطاب اللي اعتماد عليه يكون على الحصان ضغوطات وايده. فهذا الحصان له مستقبل. اتوقع يوسف مع المشاركات الجايه مع الحصان بتكون لهم كلمه. كان في كده مجموعه بتحاول تكون معاكم بس انا ما كنتش فاهماها. دباوي، اسطبلات اعمار في البدايه وبعدين البراري، يوسف ند الشبه انت اتكلمت عليه. بقيه المجموعه كان عباره عن منافسين عندهم طموح، لكن انت شايف طموحهم كان واقعي في التوب 5 في التوب 10 ولا بس نكمل السباق؟ لا 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 اكيد في التوب 10 ولا التوب 5. الانسان اللي ما يحاول عمره ما بيوصل. يعني على الاقل البراري وعمار دباوي حاولوا، اذا هم ما بيحاولون اليوم تبي يحاولون. انت شفت ناس اليوم ما حاولوا؟ لا لا الناس حاولت لين اخر شيء. بس اللي يفرق في النهايه كواليتي الخيل. تعتقد المدربين المفروض خلاص نبتدي يفرزوا خيولهم، عرفوا مين اللي صالح لل160 مين لل120 كفاياهم محاولات، يعني خلاص يفرزوا الخيول ولا لسه؟ شوفي اكيد بعدهم بيجربوا لسه. اذا انا تتكلمين عني؟ لا بشكل عام بقيه المدربين يعني حتى الحين في الاسطبل بعدكم ما فرزتوا الخيول؟ لا لا انا قلت في خيل اليوم ما شاركت لليوم هذا. يعني رجاس اعطيك معلومه ثاني مشاركه له هالموسم، ثاني مشاركه ويفوز ب 160. الحمد لله. ما شاء الله. لا حصان ما شاء الله. ما شاء الله. لا ما شاء الله، الله يحفظ حصان. يمكن اداء مفاجاه ساره لاسطبلات ام 7. رايحين فين بعد كده؟ كاس الريف مركز اول.
ليش لا؟ خلوا لهم شيء، انا كلام ده كنت بقوله لاسماعيل العام الماضي، بكرر نفس الكلام بس مع امس. خليهم طب خليهم. لا شوفي، كاس الريف فرصه للخيل اللي بتشارك حق كاس رئيس الدوله، فبنحاول نجرب مجموعه في كاس الريف حق كاس رئيس الدوله. اتمنى اشوف الضيف في كاس الريف ولا اتأنى شويه؟ الاختيار عند سيدي صاحب سمو الشيخ محمد. انزين قول لي تمني، يمكن تمنياتي تصدق. انا كنت اتمنى لا انا كنت اتمنى اشوفه اليوم. هو احنا هو اصلا على اساس انه كان مسجل الحصان، بس اجلتوا الكاس الريف. ما أجلنا الحصان لأن كنا نبي نأجله، لا ظروف الحصان قبل السباق بأسبوع جت وعكة صحية ارتفعت عليه الحرارة، بس يعني الشيخ محمد حب إنه يريحه حق السباقات الجاية. كأس الريف. كأس الريف وما شفتيه بكأس رئيس الدولة. يعني أتمنى ولا ما أتمنى؟ كنا نتمنى. نتمنى. أشوفك على منصة إيه؟ منصة الريف إن شاء الله. إن شاء الله. ناموس ناموس. امتلأ الانستغرام بصور خاصة من المتابعين لنقل قناة دبي ريسنج للاستديوهات الخاصة بالمهرجان. لقاء الشيخ ناصر حاز على إعجاب الكثيرين. صور المهرجان بأكمله كادت وأن تطغى على العديد من الحسابات، وكل رأى في كل صورة معنى، في ابتسامة فيها معنى الحياة. من سمو الشيخ الجليلة بنت محمد في شموخ، حتى في النظرة من سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد. وهناك شمس الأمل التي لم تغب عنا طوال أيام السباقات، لنعلن ضربة البداية. تم بعض الحسابات باجتماع مجلس الوزراء في دار الاتحاد، وخاصة بمكتب المرحوم الشيخ راشد بن سعيد طيب الله ثراه، الذي كتب أنه مثل ما هو. وبعيدا عن بروتوكول السياسة ورجال الدولة، كان لهذه الصورة نصيب الأسد فارس العرب مع أحفاده حمد ومحمد. الصور حازت على تعليقات كثيرة، منها كان التواضع، البساطة والثقة بالنفس. واللي كتب من أجمل الصور اللي شفتها اليوم، واللي أطلق على فارس العرب صقر العرب، مع دعوات بحظه من العين الحاسدة وكل شر بإذن الله. كان هناك أيضا هذه الصورة من الأرشيف للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد وصاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. أما الطفل الصغير فهو سمو الشيخ حمدان بن محمد. ولأن كل واحد بيتسابق بالأرشيف، تم نشر هذه الصورة للشيخ حمدان بن محمد في مراحل عمرية مختلفة مع سلطان السبوسي. الناس بتتغير إلا سلطان، تعرفوا لو من بين 1000 شخص.
في الصورة في شيبة السبوسي منصور السبوسي، أما الطفل فأنا شاكة إنه محمد السبوسي. ولأن الأطفال حازوا على نصيب الأسد في المهرجان، فكان هناك هذه الفيديوهات والبداية مع خطة حمدان ذبحة اللي ما كان فيها أي ملامح ذبحة، بس المهم إنه حافظ على الإشارة في النهاية. شو خططت اليوم؟ ما بقول أنا، بتغلدوني شكلكم. أنا عارف شيء مكان شو شيئين. بتزيد ولا بتخف؟ بزيد. الناس كانت بتتساءل عن الأسد اللي واضح إنه تدرب بس على قفز الحواجز بدل القدرة، وانسحب وقرر يكون بس في السيارة. محمد راح صوته في التشجيع، وبتحليل عدم اشتراكه في السباق وجدنا انه كان مشغول في الكيكة. واحتفال سمو الشيخ زايد بمحمد بن راشد بعيد ميلاده الخامس، كل عام وهو بخير. الخير والسلامة ايضا نتمناها لزايد المري الذي اصيب، ونتمنى له الشفاء العاجل. اما مصعب وسعيد فاحلام سعيدة في احضان M&M، بينما أبناء سيح السلم احتفلوا بالكيكة، وأبناء الاسطبلات الملكية وعدوا بالعودة وبقوة، وحتى الشيخة شيمة انضمت للشيخ ناصر في الجيم استعدادا للقادم من سباقات. لنختم معكم بهذا اللقاء السابق الذي أجاب على كل تساؤلات المواطنين من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وكان الحديث فيها عن قبول التحديات وسلامتكم. تحقيق الأهداف هذا أمل وهذا واجب وهذا عمر، ما في خط نهائي للتطور والابتكار والتميز، ما في خط نهائي. فكلمة وصلتوا، نحن بعدنا بعيد، نريد نكون من أخير الأمم ومن أخير الحكومات، والدرب طبيعي يطول. فإذا نحن نقول وصلنا خلاص عيل، ليش نشتغل؟ نوقف ونستريح، وفي الراحة تعب تراها. فالإنسان ما يوصل غايته إلا بعد جهد كبير، وبيجون غيرنا وبيستلمون مراكزهم، وبيجون غيرهم بيستلمون مراكزهم بعدهم، وأولاد أولادهم وأولاد أولادهم، والدنيا تسير وخط النهاية ما وصلوه. شكرا. كذا وصلنا للنهاية. بالتأكيد نهاية البطل هي دائما نهاية سعيدة. أعرف أننا لسنا في فيلم،
الفيلم الحقيقي هو كل المجريات التي مررنا بها على مدار هذا السباق. كان من المهم أن نعرف أين وصل طموح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد باسطبلات ام 7. لو على الفوز، على فكرة فازت في السابق اسطبلات ام 7، كان هناك شعور مختلف تماما في هذا السباق. أعتقد أنه كان شعور التوصل إلى الخلطة السرية لإيجاد البطل، لإيجاد البطل وكما يقال من الصفر. وصول البطل الذي رأيناه رجاز إلى هذه المرحلة ليكون بطل وأول مرة يشارك في سباقات 160، هو كان حلم ولا كان يقين عند اسطبلات ام 7؟ أعتقد أنهم كانوا ما بين البينين، حلم وطموح تحول إلى يقين بوصول رجاز إلى خط النهاية. فعلا اكتشاف البطل شيء صعب، والأصعب أن تتأكد أن هذا هو البطل. اليوم فعلا تأكدنا أن ام 7 بدأت منافساتها الحقيقية من هذه الكأس، كأس 160. وكما هي العادة لنا دائما تحياتنا الخاصة. الناموس، الناموس صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد، مش على الفوز، على أنه دائما ما يخضع الجميع لمرحلة تجارب. الاتحاد الآن في مرحلة تجارب، اسطبلات ام 7 في مرحلة تجارب، كل المنافسات القادمة ستكون في مرحلة تجارب. فجأة وجدت اسطبلات نفسها أمام معترك حقيقي. كنا في السابق MRM، الآن أمامنا منعطف آخر MRM وام 7. أنا مش عارفة أنتوا هتروحوا مع مين، لكن في النهاية اتبعوا الصحيح. سيح السلام ولا الوثبة، معاكم في الخيالة. ألقاكم في المزيد من التغطيات. باي باي. منافسات قوية ومن جميع الاسطبلات، فكانت منافسات قوية، ولكن في الأخير يعني يطلع هو الصح. والخيل الطيبة والخيل اللي هي مال المسافات يعني 160، وفي تجاربنا في ام 7 ما دام يعني وصلنا ارباع واحد فاز منهم، معناه ان التجربة هذه والتجارب بدت للنجاح. انا ام 7 ما لو هي اخذت المراكز الاولى من قبل ما كنت اعتبرها وصلت، لكن في الكأس اليوم لا، صراحة وصلت. وشفتوهم يعني هم اثنين من الأمارة واثنين من ام 7 اللي يسووا قدام. هذه الأخيون المرشحات، ولكن تعرف القوانين واللجان عندنا هنا استبعدوهن، ولكن على حق. سعيد جدا بالدور اللي قاموا به، ونحن املنا فيهم لانهم هم عارفين شغلتهم وعساكر من قبل. لما خرجنا خيار الخيل، فلهذا السبب كانت مفاجاه صارت لنا. مفاجاه في النهاية ما يصح إلا صحيح.